والله وعملوها الرجالة. فرحنا الأهلي امبارح، الأهلي قدم مباراة عظيمة وهزم فريق مازيمبي الكونغولي 3-0 في استاد القاهرة أمام أكتر من 50,000 مشجع. الأهلي بيحقق أرقام قياسية بهذه البطولة ووصوله للمرة الخامسة على التوالي لنهائي إفريقيا. 5 سنوات على التوالي بيوصل للنهائي. خد فيهم البطولة 3 مرات في 4 مرات في 4 بطولات. البطولة الخامسة لو خد هيبقى لأول مرة نادي ياخد 4 بطولات من 5 بيلعبهم في أفريقيا. الأهلي بقى زيه زي ريال مدريد، وريال مدريد ما حققش هذا الإنجاز إنه يصل إلى نهائي أبطال الدوري في أوروبا 5 مرات من الستينيات، من 60 لـ65 تقريبا، يعني من في الستينيات وما اتعملتش تاني. الأهلي المصري بيحقق هذا الإنجاز. كولر امبارح لعب بطريقة حلوة جدا. البعض اعترض على التشكيل في الأول، أنا عايز أقول لكم أنا على جروب أهلاوي متعصبين، كانوا شايفين وجود أكرم توفيق، ليه أكرم دلوقتي؟ كانوا معترضين على عمرو السولية، ما معهم حق في عمرو السولية، لم يكن موفق بالأمس، لم يكن سيئا ولكن لم يكن موفقا، ولو جاب الجون من الفرصة اللي جت له كان بقى من أحسن اللعيبة، لكن هو جات له حالة عصبية وما قدرش يحافظ على أعصابه لما كولر غيره ورمى ازازه الميه على الارض وتصرف بتصرف لا يليق. اللي عرفته انه اداره الاهلي وقعت عليه عقوبه مقدارها 300,000 جنيه، لان عمرو السولية لعيب كبير لا يجب ان يفعل مثل هذا التصرف. كولر نجح بهذا الفريق الذي لم يكن به صانع العاب انه يضيع 7 فرص في الشوط الاول. لما فريق ومدرب يقدر بفرقته يوصلهم للجون 7 مرات مع فرقة زي مازيمبي، يبقى المدرب ده بقى كويس قوي. ليه بقى كويس قوي؟ لأنه بدأ يسمع. كان ليه تحفظات في الفترة الأخيرة بإصراره على مودس وتركيبة معينة وركنه لعبد القادر. برضو عايز أقول حاجة للحق، عبد القادر مستواه ما كانش كده. عبد القادر الشدة اللي عملها كولر غيرت فيه. عبد القادر كان لاعب أناني بياخد الكرة ويفكر إزاي يوصل للجون. عبد القادر بقى لاعب جماعي، بقى بيرجع ورا في خط الدفاع، بقى بيدخل في النص، بقى لاعب تكتيكي هايل جدا. اما اكرم، وما ادراك ما اكرم، رجع لحالته القديمه. اكرم كان متسرع عايز يرجع بسرعه، كان مزنوق في الباك اليمين. اكرم لاعب خط وسط عبقري وعنده ميزه انه بيعرف يشوط، بيعرف يهاجم، وربنا كافئه بان جاب الجون الثالث بالامس، جاب جون الاهلي الثالث عشان يكافئ بانه كان احسن لاعب في المباراه. وسام ابو علي مكسب كبير للفرقه. علي معلول، علي معلول مزاج وفن. وشوف العرضيات، شوفوا الجنين. محمد عبد المنعم 7 اهداف مع الاهلي، 7 اهداف من ضربات ركنيه، 7 اهداف صناعه علي معلول. علي معلول يلعب، محمد عبد المنعم يهدف. محمد عبد المنعم كان ليه صوره امبارح مستفزه وهو فاتح بشدد الشورت وبيبص. الناس قالت لك قله ادب، لا ده بيعمل ايه، لا ده بيغيظ مين. لما تشوف الصوره، لو انا عايز اوجه رساله لحد هعمل، لو عايز اعمل الحركه قليله الادب دي، لو هي قليله الادب هبص لحد قصادي. البصه دي الاهلي فسرها بايه؟ قال لك اللاعب عنده، كان عنده فتق في بطنه، فلما احتك مع لاعب من مازيمبي كان بيبص يطمئن على الجرح. بصة العين دي بتقول كده، وهو لابس حاجات تحت الشورت يعني ما تقلقوش، فهو بيشوف بيطمئن على بطنه. عشان كده الاهلي قال لن يعاقب، لانه ما كانش بيعمل حاجة سيئة. فعلا محمد عبد المنعم ما بيبصش. محمد عبد المنعم كان من احسن اللاعبين في المباراة امبارح. الاهلي في المجمل كان رائع. لما نزل امام عاشور، الناس كانت عايزه امام ينزل من الاول. امام راجع من اصابه كبيره في الكتف، عامل عمليه. فريق مازيمبي نازل بكل قوته،
لو انا مكان المدرب مش هدفع بيه بالشوط الاول ابدا، لان كان امام ممكن يبقى خايف، ممكن ياخده كتفين يهتوه، لكن هو نزل بعد مجهود كبير للفرقتين في الشوط الاول، فاستغل المساحات ولعب كورتين من احلى ما يمكن. الكره اللي عملها بص هناك كده وجات الناحيه دي لعلي معلول اللي جه منها الجون التاني، والكره اللي لعبها لاكرم لقى نفسه هو والجون. هو ده امام عاشور. عقبال الزمالك، احنا بندعو للزمالك ان ربنا يوفقه بكره مع دريمز الغاني. الزمالك يملك وعنده فريق كويس، ودريمز الغاني فريق ضعيف، يعني التعادل في القاهره كان سيء وكان اداء غير جيد للزمالك. عشان كده انا الاهلاوي من قلبي كمصري، علشان يتقالي الزمالك المصري فاز ببطوله الكونفدراليه ويقابل الاهلي المصري ونروح نلعب السوبر بره وتبقى مباراه ما بعدها نفرح بان فرقتين مصريتين. يا جماعه ما بتقالش الاهلي لوحده، ما بتقالش الزمالك لوحده، بتقال المصري، واي حاجه هيذكر فيها اسم مصر يجب ان نكون سعداء بها. وده عكس ناقد رياضي وكان لاعب قديم في الكونغو اسمه رضا عبد العال الكونغولي. رضا عبد العال الكونغولي طلع بعد المباراه على القناه بتاعته وكان زعلان من الحكم وزعلان من الفار وبيتهم المخرج وبيقول معروف انتمائه. رضا عبد العال الكونغولي، فاحنا عندنا رضا عبد العال المصري. رضا عبد العال المصري ده كان لاعب كره عظيم وراجل طيب جدا جدا، وانا بحبه سواء كان في الزمالك او في الاهلي، لاعب كره جامد. لكن طب ما تيجوا نشوفه الاول، تعالوا شوفوا قال ايه وبعدين هقول. لكن زي النهارده كره النهارده دي، انا ما اعرفش ان الحكم مالوش ذنب، الحكم حسب جون، انما الفار انت اتدخلت الكوره الاثنين في الهوا وجايب طب اعمل زوم على الكوره، قرب الزوم على الكوره عشان نشوفها جت في ايد الراجل ولا لا. انما اللي احنا شايفينه ان رامي ربيعه اخر واحد عملها بدماغه والكوره مش شايفينها جايه في اتجاه الايد ولا ما جاتش في الايد، وطبعا اختلقوا وراحوا ولا ومش لا وايه واتلغى الهدف. اعتقد الهدف ده لو دخل كان سبب ازمه كبيره للنادي الاهلي وما كانش هيجيب الثلاث اجوان اللي هو جابهم بعد كده. رضا الكونغولي بيكذب. رضا بتاع الكونغو اللي بيدافع عن فريق مازيمبي بيكذب، لان لا لاعيبه الاهلي اعترضوا ولا جمهور الاهلي اعترض ولا احنا بنتفرج اعترضنا. كابتن رضا عبد العال في هذا الفيديو قال، وانا كان نفسي الزملاء يجيبوها، يعني هم قطعوا الفيديو وهو بيتكلم عن المخرج الذي ينقل المباراه وهو كان يقصد الاستاذ محمد نصر، وقال ما هو معروف انتمائه لانه في الكونغو طبعا لازم يشككوا في كل حاجه. عايز اقول للكابتن رضا عبد العال الكونغولي، لو كانت المساله نقدا رياضيا لانحنينا وقبلنا ما تقول، لكن اذا كانت كراهيه او بحثا عن ترند فلن يكون لك تاريخ في الكونغو. كابتن رضا عبد العال المصري طبيعي لما يطلع هيفرح ان فريق مصري فاز. اتنين، الكابتن رضا عبد العال المصري كل الحكام طلعوا قالوا الكرة هاندبول وحيوا الست بتاع موريشيوس اللي قاعدة في الفار جوه اللي شافت الهند والكرة جاية كده. اللي مش فاهمه الكابتن رضا عبد العال الكونغولي، مع ان مازيمبي فرقة كبيرة والكونغو عندها كرة من زمان، مش عارف الكابتن الكونغولي مش متابع ليه، الفار ليس للمخرج سيطرة على الفار. المخرج غلط انه ما خلناش نشوف الهند وما عادهاش ابدا، كان بيجيب الكرة على الجون جون وكلنا رحنا على انها جون. المخرج ملوش علاقة، الكاميرات متوصلة على الفار مباشرة يا كابتن الكونغو، ما وصلتكوش التقنية. التقنية بتقول انك انت منعزل تماما وبتجيب اللقطات بتاعتك لانك واخد من كل الاتجاهات. الست شافتها هانز، الحكم حسبها جون، وفي القانون يا كابتن رضا يا كونغولي، مش عارف في الكونغو عندكم فار ولا لا، الفار الحكم ما يروحش لو اوفسايد، الحكم ما يروحش لو الكره اوفسايد،
الفار بيقول له اوفسايد تبقى اوفسايد لانه بيعمل خطوط اوتوماتيك. لما بيبقى في كارت احمر يستحقه لاعب او لا يستحقه او ضربه جزاء او هدف الفار شايفه كده بيقول للحكم تعالى شوف بنفسك وقرر، نبقى رايين، احنا لينا راي مختلف عن رايك. المخرج كمان الاستاذ هشام عودود مش الاستاذ محمد نصر. طيب هو كان بيتكلم على انه محمد نصر في الميغا برضو، انتوا عارفين اللغه الكونغوليه صعبه، فكان فاهم ان ده مش هيوصل للمصريين. فالحكم راح عاد الكره مره واثنين وثلاثه، الكره جايه في ايده وطايره زي ما هي وجت جول، والاهلي واقف علشان يسنطر الجول. يا اخي يا اخي يا كونغولي لو انت مصري هقول ماشي، ما الاهلي الترجي التونسي اللاعب دخل جاب الجون كده وما اتكلمناش، اعترضنا وما استفدناش حاجه. فانا مصري هقول الحمد لله انهم غلطوا. لكن انت بتخاطب مين يا كابتن رضا؟ انت بتخاطب مين؟ بتخاطب مشاعر مين؟ انت مصر، هو انت بتكره الاهلي الى هذا الحد؟ انت ثلاث ارباع البطولات اللي واخدها واخدها مع الاهلي. انت خدت كام بطوله مع الزمالك وكام بطوله مع الاهلي؟ علشان يبقى جواك كل هذه الكراهيه. طب جمهور الاهلي بيتطاول عليك، اوكي. خليك موضوعي، ملهاش دعوه، خليك موضوعي، خليك مصري، يا مصري، خليك مصري وقول الحمد لله، قول برافو لفرقه لعبت كويس، ما تبقاش على طول قاعد تكسر. على فكره بيعمل كده مع الزمالك كمان، عشان هو مش هو ما بيعملش كده لحساب الزمالك، هي لا كراهيه لا ترند، مفيش حاجه ثالثه، لان ده مش نقد. ده مش نقد، ده حد بيدور على اتجاه مختلف. كل الناس طالعه تقول الاهلي لعب حلو قوي، وده طالع يقول لك كولر ما عملش حاجه، لو دخل الجون ده كان خلاص. في ايه يا عمي؟ نتمنى ان تراجع نفسك يا كابتن رضا عبد العال، وبص الكابتن رضا المصري، فكروا بتاريخه، وفكروا ان الناس بتحبه لانه انسان طيب، ما يخليش الترند او الكراهيه تعميه. كمان عايز اقول للكابتن محمد صلاح نجمنا الكبير اللي نزل في اخر دقايق في مباراه ليفربول وويستهام النهارده، كان ماتش الساعه 2:30، اتعادلوا 2-2، ليفربول خلاص خرج من المنافسه على الدوري، لكن هيفضل بيحافظ على مكانه علشان يكون يصل الى نهائيات ابطال اوروبا. كابتن محمد صلاح قام سخن بدري وكان جاهز للنزول، كلوب المدرب العظيم ركنه شويه، ركنه شويه لان هو واقف، كانت الفرقه جابت الجون الثاني بقت 2-1، فاخر التغيير لحد ما دخل جون في ليفربول. وهو بينزل صلاح بعد الجون، صلاح كلمه بطريقه غير لائقه قدام الناس كلها وكان غاضب. طيب قرار الكابتن المدرب خطا، لكن لا يجوز التجاوز مع هذا المدرب. هذا المدرب له فضل كبير على ليفربول وعليك، وهو اللي حبب الناس في ليفربول فيك، ومهما كانت اخطائك كان بيطلع يدافع عنك لحد اليوم انت قلت انا دخلت له الاوضه والموضوع انتهى. هذا الرجل المهذب لم يتجاوز نقطه. صلاح لما اتكلم قال انا لو اتكلمت دلوقتي هعمل حرايق. لا يا كابتن صلاح يا نجمنا، اهدى اهدى كثيرا، اهدى، علشان دائما كما دخلت بتصفيق يجب ان تخرج بتصفيق حار، ولا تخرج مكسورا خلفك قلل ليفربول. خليك راجع نفسك واهدى وحافظ على صورتك اللي بنتها عبر سنوات. طيب امبارح على صفحة المامز سنجل مازر، واحدة أم، مش هقول اسمها ومش هقول اسم المدرسة، كتبت نقلت رسالة بعتها للمدرسة بتقول لهم فيها لو سمحتم لما التقديم يفتح هل مطلوب مع الأوراق عند التقديم على النت الولاية التعليمية في حالة الأم المطلقة؟ احنا عارفين ساعة الطلاق الولاية التعليمية بتكون للأم أو للأب، فإذا كانت الولاية التعليمية معايا ينفع أقدم بيها
محتاجينها، فراحوا ردين عليها وقالوا لها ايه؟ لا نقبل الاطفال اللي اهلهم منفصلين. الست كتبت الكلام ده وقالت انها عاوز افهم ده اسمه ايه يا جماعه، وليه التفرقه، ده حد تعرض للوضع ده ولا لا؟ طبعا الناس دخلوا قالوا ايوه تعرضنا للوضع ده، ليا زميله عزيزه بتشتغل معايا هنا قالت لي انا تعرضت لنفس الموقف، والمدرسه قالت لي احنا ما بنقبلش ابناء المنفصلين. هل هذا التصرف قانوني معالي وزير التربيه والتعليم؟ اذ لم يكن قانوني فمن ياخذ حق الامهات المطلقات اللي ما ارتكبوش جريمه لما ام انفصلت عن اب؟ لانه قد يكون الطلاق افضل لكل الاطراف، هم اختاروا هذا الاختيار لحياتهم هم. المدرسه تعاقب الام ليه؟ قد تحدث حالات اب وام مختلفين وبتاع، بس ايا كان هل يجوز منع ام من الحاق ابنها بمدرسه لانها انفصلت عن ابوه؟ هذا اسلوب صادم ولا يليق بدوله برئيس فرض اولويات لحمايه المراه، لا يليق بهذه الدوله ولا بهذه تلك المدارس او السيد وزير التربيه والتعليم ان يكون هذا الحال. الموجود الكلام موجود على سنجل ماذرز، عندنا اسم المدرسه، عندنا اكتر من مدرسه بتعمل كده، جاهزين اذا مكتب السيد الوزير تكرم وطلبهم واهتم بالموضوع، لان هذا الامر مخالف. طيب النهارده نجحت الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه، وانا عايز اشكر وزاره الداخليه على التنظيم الرائع اللي عملوه امبارح في ماتش الاهلي، كان كل شيء بيرفكت، الجماهير كانت مثاليه، تحيه لجمهور الاهلي، كانوا ملتزمين، هتفوا لفلسطين والغزه والبسام والكل حاجه بمنتهى الادب، لكن كانوا بيشجعوا كوره، كانوا رايحين يشجعوا كوره وشجعوا فرقتهم، وهم كانوا البطل الرئيسي في فوز امبارح. فرقه مازيمبي ما اتغلبتش ابدا 3-0، اللي احنا عملناه كان انجاز كبير والفضل للجمهور، فبنشكر وزاره الداخليه. وزاره الداخليه كمان وجهت ضربه امنيه مؤثره ضد احد تجار الاثار، واحد بيتاجر في القطع الاثريه اتضبط عنده 1118 قطعة أثرية مختلفة، ده موظف بأسيوط، جابها منين؟ جاب دي ملايين ومليانة، خدوا بالكم، وأهم من ملايين هي مالهاش قيمتها أعلى من التقدير، لأن دي آثار، سيادته حفر، سيادته عنده حرامية، ومصر ياما فيها ناس مش مقدرة قيمة الآثار الموجودة عندها. الحاجات اللي مضبوطة، مجسم تابوت بداخله مومياء، اتنين تابوت خشبي بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية، انتوا متخيلين؟ متخيلين واحد يسرق حاجة زي كده وعايز يبيعها؟ تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر، اتنين تمثال خشبي عليهما نقوش ورسومات لوحات حجرية ولفائف بردي وجعران وقلادات مختلفة، اهي المشهد شايفين؟ شايفين الموميا؟ مومياوات وقلادات مختلفة في الأحجام والأشكال، تماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة، قطع حجرية وخشبية وقطع من الزخرف والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة، عملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام لعصور قديمة زي العملات دي مثلا، عملات معدنية وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور مصرية قديمة، وأحيل المتهم للنيابة. برافو وزارة الداخلية، سحقا لك يا من تحاول أن تسرق أثرنا، كنوزنا، تراثنا، علشان يبقى معاك فلوس. لدينا حلقة مختلفة وعامرة سنناقش فيها ملف اللاجئين أو الذين ضاقت بهم بلادهم كما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففتحت مصر لهم أياديها. نلتقي بعد قليل.
مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من مع خيري، حلقه السبت اول الاسبوع 27/24/24. النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجوله تفقديه بالعاصمه الاداريه الجديده. كان بيتفقد المواقع، بيشوف الشغل، زار خلالها الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري. الرئيس خلال جولته عاين مبنى قيادة الأكاديمية، تفقد صالات الرياضة المجهدة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية، ومبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية، مبنى محاكاة الرماية، مباني الشؤون الإدارية. شايفين المشهد مبهج قد إيه، مساحات كبيرة تاخد آلاف الطلاب، مستوى من الأجهزة وإمكانيات التدريب عالية جدا بأحدث الوسائل. سيد الرئيس خلال الجولة قاعد يتكلم مع طلاب الأكاديمية، يكلمهم عن ظروف إقامتهم. احنا شفنا شكل الإقامة بالسرير بتاعتهم بكل شيء، كان شكلها يفرح كده. استمع كمان لمجموعة من الآراء، شفنا وهم بيلعبوا ده سكواش وفروسية وكل حاجة، مكان مجهز بالكامل، تجهيز مبهر بصراحة. الرئيس أكد على حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل اللي بيتوافق مع المتطلبات الفنية والشخصية اللي يجب أنها تتوفر في طالب الكليات العسكرية المصرية. شايفين الصور يا جماعة، منظر رائع. ده سيادة الرئيس مع الطلاب، مشهد الواحد فخور بالمباني دي وبالإنشاءات الفخيمة دي. نتمنى أن يكون عندنا مدينة متكاملة عصرية ونشوف لها اسم كده، تبقى العاصمة الثانية لمصر بالفعل، مع أن العاصمة الثانية هي الإسكندرية، بس دي ممكن نسميها العاصمة الاقتصادية يعني عادي. طيب، ماما دهب، ماما دهب شخصية مثيرة للجدل منذ ظهورها، منذ ما يقرب من 15 سنة. ماما دهب اسم في عالم الأكل ما يتنسيش، وهي آنسة لها شخصية ومع ذلك بيقولها ماما دهب، رغم أنها قمر ومتجوزتش وكل حاجة. عندها محل صغير قوي في وسط البلد بقاله فوق 20 سنة. هي اتخرجت من كلية التجارة وقررت انها تبتدي كده، هي بتعمل سندوتشات كبدة وسجق وكبدة وبطاطس بس، والناس بيبقى عندها ده المنيو بتاعها، والناس عندها طوابير، والسندوتش ما بيزيدش عن 15 جنيه. ماما دهب حتى مجموعة قوانين للكشك الصغير بتاعها ده، انك لما تقعد تقعد بأدك، ممنوع صوتك يعلى، ممنوع يكون في ألفاظ خارجة، أي هزار بصوت عالي مش مسموح بيه. بتقول لك دي قوانيني، واللي عايزها يا أهلا وسهلا، مش عايزها شكرا. البعض كان بيشوف في ده حدة وكأنها بتعلم الناس الأدب. الناس حتى هذه اللحظة بيروحوا لماما دهب، لها زباينها بيحبوا أكلها وبيحبوا طريقتها، إنها فرضة سلوك محترم يفكرنا بأننا أهل الأدب مش أهل قلة الأدب، لازم نبقى فاكرين ده طول الوقت. اليومين اللي فاتوا لقينا فيديو قلب الدنيا على ماما دهب وزعل ناس كتير منها، تعالوا نشوف الفيديو. كل أسماء مطاعم عمالقة بدأوها من تحت الصفر زي بداية ماما كده. هو أنت جاي يا حبيبي المول؟ عربية، ماما، إمكانيات وصحة، حضرتك اللي بتقرر تقعد أو تمشي، عجبك الأداء أو ترفض، دي حاجة ترجع لك جدا، لكن ما تضغطنيش في أعذارك، مسافر، مهاجر،
حامل مصدع مكتئب، كل ده انا غصب عني حبيبي. هكتب مع حضراتكم دلوقتي الاوردرات، ارقام باللوكيشن، اجمالي الاوردر لكل الترابيزه. انا بس عاوزه اتنين يقفوا هنا، مش هنقول للناس اللي داخله علينا. زي ما انتوا شفتوا كده، هي بتحط مجموعة من الضوابط والقواعد، ولكن واضح انها مشدودة وبتشتغل لوحدها، وواضح ان حصلت حاجة خلتها تغضب هذا الغضب، وان كان ده زعل محبيها. ماما دهب اللي هي مش اسمها مش ماما دهب على فكرة، هي استنوا انا اقول لكم اسمها ايه، منال غريب. منال غريب هي ماما دهب، ولكن هي مبسوطة قوي بماما دهب دي، وبقت سمعة وبقت براند، بقت شخصية عامة، بقت معروفة. ايه اللي وصل ماما دهب لهذه الحالة من الغضب تزعل الناس منها؟ خلونا نروح عند ماما دهب وعند مقامها العالي وعند مشروعها وعند المكان اللي الناس بتسعى انها تروح تستمتع هناك، ونروح نكلم ماما دهب عبر زوم. مساء الخير ماما دهب. مساء الفل حبيبي. مزعله الناس ليه يا ماما؟ استاذ خير، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ علي الصوت شويه وقولي لي مزعله الناس ليه. لا مش كل الناس زعلانه. ايوه طب كده كويس؟ كده كويس. طب كده حضرتك سامعني كويس في الاستوديو؟ كده سامعك كويس. لا انا سامعك ماما دهب. لا مش كل الناس زعلانه، في فئه معينه. طيب أيوة. حضرتك بس انا عايزه اوضح حاجه معينه. اتفضلي. انا سامعك اتفضلي. في فئه معينه من الناس اللي هي مستهتره بضغط العمل. انا بس عايزه ممكن اعمل تنويه معين او توضيح معين. اتفضلي. انت تعرف ان الفيديو دوت يا استاذ خيري، الفيديو الاخير اللي نزل ده كان انا كنت قافله حوالي شهر ونص، شهر رمضان كنت قافله، كنت فتره العيد كنت قافله، وبتفاجئ بدوت، بتفاجئ بالفيديو، وده يعني يعتبر بقاله مثلا حوالي سنه ونص. حد بي 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 بياخد رد الفعل وما جابش الفعل نفسه. ايوه. هل من الادب ومن الاخلاق ومن الاحترام ومن تقدير وقفه الست في الشارع انك تغفل وتصور بدون تصريح وبدون استئذان؟ هل مسموح لك ان انت يبقى شايف بعينك كميه الضغط وانت شايف مساحتي متر في متر، وشايف ان انا مش قاعده وانت قاعد برنس وانت قاعده برنسيسه، وفي الاخر بتتحكم تقولي اللي هو لازم دلوقتي؟ انا خدامه اكل عيشي بس مش خدامه حد. بس طبعا طيب ده يرضي مين يعني؟ هما زعلوك. ففي ناس ساعتها زعلوك في إيه؟ ناس في ناس يا سيدي يا استاذ خيري، هما زعلوني. اصل خلي بالك انا الموقف ده يعتبر متكرر، يعتبر نسيته. ده الفيديو ده بقاله مثلا سنه. ايوه. لا مش متكرر، لا، لان احنا بص اقول لك على حاجه، هل انا النهارده بخصب حد ان هو يجي المكان عندي؟ اكيد لا، ده مش لوجيك خالص. تمام. فكون انك تتكرر، معلش، هل عيلة لما تجيلي مرة واثنين وتلاتة كده خلاص مش هي عرفت النظام والرولز عندي؟ يبقى عرفوا النظام وعرفوا السيستم اللي احنا بنتعامل بيه مع بعض. يبقى انا معنى كده ان انت خلاص تفهمت قصة وقوفي، وتفهمت قصة اعطائي للحاجة اللي انا بقدمها لحضرتك. وبعدين انا بخلق لحضرتك جو عيله، جو الحاره المصريه بتاع الستينات والسبعينات والثمانينات. في جو بهجه، في جو طاقه ايجابيه وفي امل. ماما دهب، ما انت علشان كده امرني. انت عشان كده مستمره، وعلشان كده الناس بتحبك. نعم. والناس بتجيلك لغايه دلوقتي. انت ليه شايله الشغل لوحدك؟ ايوه. ليه ما بتجيبيش حد يساعدك؟ والله ليه ما بتجيبيش عمال معاكي؟ لا طبعا معايا يا استاذ خيري، معلش يعني اللي بينظر ده من ورا الشاشه. ايوه. ما انا معايا تعتبر اختي، ومعايا اتنين شباب جامعات بيدرسوا.
كويس اللي قاعد ورا الشاشه وعمال ينظر علينا هو مش شايف حاجه اصلا، عمال يعمل كومنتات سلبيه وخلاص. انا معايا يعني انا مش بطولي، معايا تيم ورك، ودي مساحتي في الفتره الحاليه، مش عارفه اخد محل كبير دلوقتي حاليا. وانت ليك انك تختار ان انت تفضل في المكان وتنور في وسط عائلتنا، وليك ان انت يعني بس. انا كنت لسه هسالك حد بالنجاح بس. ده انا ما بمشيش حد خالص. طيب انا برحب بكل الناس. ماما دهب، اذا كنت ناجحه هذا النجاح وبقالك 20 سنه، نعم حبيبي، انت نموذج مشرف للمراه العامله في مصر. ليه ما بتكبريش؟ ليه ما بتحاوليش تفتحي فروع؟ اشكرك اشكرك. لا، في ظروف انا ادرى بيها منك. اكيد ما انا عشان كده بسالك. منك انت كاستاذ خير، لا أيوه. منك اللي هي بره البرواز. ايوه، الظروف ممكن تكون اقتصاديه، ظروف صحيه، ظروف لسه برتب اوراق، وده مش عيب خالص، بالعكس ستيب باي ستيب، لان انا مش مستعجله على حاجات، لان مش بكبر المساحه ومش بكبر الموضوع، واحده واحده بشويش. علشان استاذ خيري انا النهارده ساندويتشي ب 15 جنيه اللي انت شايفه. ايوه اوكي. ايوه ده ب 15، ده ب 15، ب 11. هل انا النهارده لما اروح وادفع رقم اخر الشهر في ايجار مكان هعرف ابيعه للعيل والعيله بنفس السعر؟ لا طبعا، لا طبعا، ولا ب 50 60 جنيه اكيد لا. بس فين بقى ماما؟ خلاص اصبحت دلوقتي بتكلم في بزنس تجاري. صح صح، مفيش ماما. طيب انت في معادله، يا اما اكون ماما فعلا، يبقى خليها بقى شيل ماما دي وخليها ذهب، يبقى بزنس، يبقى رساله خلصت على كده. اوكي، من الرساله اللي انت بتعمليها ان انت هو دي مشكله. الرساله اللي انت بتعمليها ما بقتش مجرد اكل، بقت كمان هو توجيه الناس، تقديم لهم نصايح، محاولة بث روح تانية. انت قصده ده؟ انا قصده ومش قصده. يعني ايه قصده ومش قصده؟ انا قصده ان انا مجموعة الشباب، بما ان انا عندي دلوقتي بقى بيهل عليا شباب جامعات ومدارس كليات بمستويات ثقافية مختلفة، بمستويات اجتماعية مختلفة، فلما بشوف حاجة يعني فببدأ ان انا اقول بادي مثلا نصيحه معينه بشكل الحمد لله فئه كبيره جدا 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 بيستوعب اللي انا بقوله، بيفهموا، هم عارفين الكلام من ماما فبيستوعبيه. لكن فتحت نفسنا على الاكل يا ماما دهب، عايزين مش قصده، لان انا مش اول تايم انا ببدا اعمل ده. تعالى يا حبيبي والله، ده كبده وكفته وفراخ وسجق وبطاطس نفسي نفسي والله حاجة. انا عايزك خلي بالك، انا الاغلبيه عندي ما بيجيش للاكل. ايوه بيجي عشان يشوفك القعده. طب ممكن ويقعد معايا وممكن يحكي لي المشكله بتاعته كمان. طيب ممكن تبتسم، هي العيال بقت كده، تبتسم لنا علشان انا مشفق. العيال بقت كده معايا دلوقتي. طب خلاص، طب الحمد لله، انا مشفق بس على الجهد اللي انت بتبذليه، وحاسس انا مش قصه، انا حاسس أنا بالضغط اللي عليكي، انا مقدر. بس عايزك تبتسمي انت واختك عشان نمشي. برافو عليك وانت مبتسم. برافو برافو. والله خلي بالك، بص انا ممكن بس اكون مضغوطه شويه، ولكن الرساله بس اللي احنا عاوزين نقولها بعد اذن حضراتكم، اللي يشوف فيديو على السوشيال ميديا ما يبصش بس في رد الفعل، شوف من فضلك ما هي الاسباب التي ادت الى، ما تبصش على النتيجه، لكن شوف الاسباب الاول عشان ما تظلمش حد، لانك في الاول انت بتظلم باب رزق من وراه مفتوح ببان كتير قوي. وبعدين معلش، انا لا دخلت قلت لك كبس كبس، ولا قلت لك اديني ورده، ولا قلت لك اديني اسد، ولا عريت لك كتفي، ولا قلت لك لفظ خارج، ولا شتمت. انت في الاخر بتهني وبتجرح مشاعري وبتكسر قلبي بكلمه سخيفه، بكومنت سخيف يسيء الي. فمطلوب ان انا اعمل ايه؟ اكون فريش؟ لا، انا مش فريش. لا، ولكن ما عنديش وقت اضيعه عشان ارد على كل واحد، لو هم فاضيين انا مش فاضي. خليكي اشتغلي زي ما انتي، بنحييكي. عايزك تبتسمي في وشي قبل ما نقفل. ما انا مش فاضيه والله، والله العظيم ده حظهم الحلو ان انا مش فاضيه لهم، اقسم بالله يا عمنا والله انا مش فاضيه لهم. انا عايزك تبتسمي.
ايوه كده ضحك. اضحكي. انا كنت هضحك، انا كنت هضحك لو كنت معاك في الاستوديو اقسم بالله، بس انا مشغوله في الوقت، بس انا مشغوله في المحل، كنت جيت لك المحل ورحمه امي. طب شوفي بس هو النصيب كده بقى. شوفي انا كان نفسي اشوفك اصلا. طيب شوفي هتفضي امتى وتيجي تنوريني برضه وناكل الناس كبده على الهوا. ماشي. اتفقنا. يلا يلا هستناك. ذهب متشكر جدا. يلا بينا. يلا وكبده وكفته وفراخ وسجق. يلا بينا. اتفقنا خلاص. ان شاء الله يخليك. ماشي ربنا يخليك حبيبي. شكرا يا ام حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبتي. متشكر جدا. ست لطيفه جدا. المرأة المكافحة، المرأة اللي بتشتغل في ظل ظروف صعبة، هي درس لكل واحد عاطل مدلدل رجليه ويقول لك مش لاقي شغل، البلد صعبة، الحياة صعبة، الفرص صعبة، تروح توديه يشتغل يقول لك لا ما اشتغلش بأربع خمس آلاف، هو قاعد يشرب له سجاير أو شيشة على قهوة ما بيعملش حاجة. اتفرجوا على ستات مصر، اتفرجوا على الست وأختها ظهر في ظهر واقفين بيشتغلوا بقلب بياكلوا عيشهم ومراعيين الناس. عجبتني قوي وهي بتقول لي هنشيل أم وتبقى ذهب بتدور على الفلوس. على فكرة هتكسب دهب، وعلى فكرة مليون واحد يتمنى يشاركها ويفتح لها فروع في محلات ويسماها أم دهب. بس السندوتش اللي انت شايفينه ب 15 هيبقى ب 100 وب 60 وب 80، لكن الست دي باصة للشباب ولظروفهم. الدنيا دي بتعلم كتير، زي ما بورسعيد علمت الناس المقاطعة في السمك، المسألة وصلت إلى أرجاء المعمورة. السمك كان وصل في بورسعيد ل 2000% مع مقاطعة السمك خليها تعفن، انخفضت أسعار السمك بشكل كبير. هي الدايرة على فكرة عشان ما نظلمش، مش مجرد تاجر السمك اللي بيبيع هو اللي بيبالغ، من التاجر الكبير اللي بيوزع وورا واحد بيوزع وبتوصل للآخر كل واحد بيدور على مكسبه، لكن احنا قوة لما نتماسك مع بعض ونشوف حاجة غلط نقدر نقاومها. القاهرة والجيزة دخلوا وانتقلت إليهم الحملة، أسعار السمك نزلت 50%، يعني البوري وصل من 160 ل 120، أسعار البولت وصل من 90 ل 40، الجمبري نزل له أكتر من 400 جنيه، أو في سوق العبور نزل له 200 جنيه ومبابا والمنيب والمنيره بعد 48 ساعة فقط من الترويج للمقاطعة في أسواق القاهرة الكبرى. مين اللي ورا الحملة بتاع القاهرة؟ نتائجها شكلها إيه؟ خلونا نروح للأستاذ أسامة الرفاعي منسق حملة مقاطعة الأسماك في القاهرة والجيزة. أهلا وسهلا أستاذ أسامة. أهلا بحضرتك أستاذ خيري. أهلا بيك. إيه الشغل الحلو ده؟ لا مجهود شعب مش مجهود طبعا الشعب ده لما بيعوز يعمل حاجه بيعملها والله بالظبط كده. واحنا انا بشكر اهالي القاهره الكبرى عموما استجابتهم معانا للدعوات، وده كان امتداد لزمايلنا في بورسعيد اللي هم اصلا مصدر السمك لينا القاهره الكبرى وجيزه، ان احنا بناخد مصدرنا بورسعيد والسويس. طب انتوا بقى لكم 3 ايام في الحمله، قول لي النتائج ايه، عملت ايه في السمك فعلا؟ ثلاث ايام في الحمله، احنا من مراكز الرصد بتاعتنا في يمكن اربع تجمعات، من اكبر اربع تجمعات، واولهم طبعا سوق العبور المركزي اللي هو بيورد لكل الاسواق الحضريه في محافظات القاهره والجيزه. احنا النهارده بنرصد في سوق العبور تخفيض يتعدى ال 50% وال 60%. النهارده كنا بنتكلم في نهايه شهر رمضان، بنتكلم في العيد البوري 220 و230 واحجام، والنهارده احنا بنتكلم في البور بيبدا من 70 جنيه لحد اكبر حجم اللي هو الكيلو سمكتين بنتكلم في 110. يا سلام. 120. بنتكلم في الجمبري اللي هو الوجبه اللي هي بيحلم بها كل مواطن مصري، اللي تعدت ال 700 جنيه و800 جنيه. لا النهارده انت لو نزلت السوق الحضاري او سوق العبور انت هتاخد كيلو جمبري هيبدا معاك من 110 و120 و140 جنيه. الحد الجامبو اللي كان ب 1000 جنيه النهارده ب 540 جنيه. يا سلام، ده كلام حلو قوي. فالحملات دي كلها احنا بندور في الاول وفي الاخر يا استاذ رمضان احنا نوازن السوق ونوازن الاقتصاد بتاعنا. انا النهارده لما اسيب السوق مفتوح للتجار ما اقدرش اتحكم فيه كحكومه وكمواطنين، لا انا هخلي نسبه التضخم تزيد معايا، انا بضر بالاقتصاد القومي يا فندم. انا لازم اكون حاجم للتجار وحاجم لاسعار البضائع يعني عندنا. وما ننساش مقوله الريس، يعني احنا
احنا بنغفل احيانا، بيتوب يعني يا استاذ خيري بتجي لنا نصايح من الكبار ما بنسمعهاش فبنندم بعد كده. احنا ما سمعناش نصيحه الرئيس لما قال لك الحاجه اللي تغلو ما تشتروهاش. طيب استاذ اسامه، الحمله بتاعتكم فيها قد ايه تقريبا دلوقتي؟ كعدد افراد ولا ايام؟ لا كعدد افراد. لا احنا كعدد افراد احنا عندنا متطوعين، يعني احنا وصلنا لاكثر من 100 120 متطوع لحد الان بيرصدوا لينا، بيبعتوا لنا على صفحه الواتس، بيبعتوا لنا على دلوقتي احنا عندنا صفحه على السوشيال ميديا الفيسبوك، بس ما قدرناش نخليها تعفن، فاحنا كتبناها خليها في الثلاجه، لان دي هي مبادره اساسيا هتنطلق من اول مايو حتى عيد الاضحى المبارك لتخفيض سعر الدواجن وتخفيض سعر. ايوه يعني هتشتغلوا على الفراخ واللحمه؟ هنشتغل من الحمله هتبدا من اول مايو حتى ان شاء الله 20/6 اللي هو بعد عيد الاضحى المبارك. أيوة. احنا مش هنحارب قطاع، احنا مش هنحارب. لا احنا مش عايزين نحارب، احنا عايزين الناس تبيع بسعر معقول. عايزين نقول كلمه نحارب، احنا عايزين نكبح شجع التجار في جشع السلع. احنا عايزين نخلي انا في الاول وفي الاخر استاذ رمضان، عشان اوصل بس الصوره للساده المواطنين، احنا انا تاجر واللي معايا تاجر واللي معايا تاجر، احنا كلنا تجار وكلنا اصحاب مهن واصحاب تجاره. انت تاجر يا استاذ اسامه؟ انا صاحب مخبز وشغال في التموين، وكنت عضو مجلس اداره غرفه الجيزه التجاريه. حلو، يعني انت ممكن تقول لنا اسعار العيش السياحي دلوقتي نزلت؟ أسعار العيش السياحي فعلا اتطبقت المنظومة الجديدة معانا من نص جنيه، وعندنا بجنيه، وعندنا بجنيه ونص، وفي التزام. الالتزام ده ناتج يا أستاذ خيري، احنا عايزين نوصل للمواطنين، ده مجهود دولة مش مجهود فرد. أنا النهاردة الدولة خليت لي طن الدقيق من 26,000 للنهاردة 16,000 الفاخر. النهاردة بنتكلم لما بدأنا حملة الأسماك وبدأنا حملة الدواجن، بنتكلم في حملة اللحوم، أنا بتكلم كان طن العلف وصل 40,000 جنيه، أنا النهاردة بنتكلم في 12 و13,000 جنيه. فواجب ولزاما على كل التجار إن هي تقف مع الدولة. يلا وإحنا بندعمكم وبنشجعكم وبنقول لكم لحد ما الأسعار تعتدل إحنا في ظهركم. بشكرك جدا أستاذ أسامة الرفاعي، منسق حملة المقاطعة في الجيزة والقاهرة الكبرى، أسماك، لحوم، فراخ، وأي سلعة حتى على. منذ أيام قليلة أطلقت الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل صرخة استغاثة. كان سبب استغاثتها هو افتتاح مستشفى لعلاج الكلاب في العمارة اللي ساكنة فيها في مصر الجديدة بقالها أكتر من 42 سنة. ليه؟ لأن ملاك شقتين في الدور الأرضي أجروا الشقتين دول لطبيب بيطري حولها لمستشفى للكلاب. مستشفى الكلاب يدخل فيها كلاب كبيرة وكلاب صغيرة وكلاب بتموت وكلاب ما عندها عدوى، فأهالي العمارة منزعجين. صاحب العيادات بيقول إنه معاه تراخيص. هي حكاية، تعالوا نسمعها من الفنانة الجميلة مشيرة إسماعيل. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا استاذ خيري. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ الحمد لله. انا كويس. انا جيت العماره دي كنا في الثمانينات ايام قضيه ثوره مصر، فاكره؟ قضيه ثوره مصر كانوا واخدين الشقتين دول بالظبط. ايوه، فانا جيت العماره ضربت بالرصاص وكنا ايوه انا جيت لك ساعتها كانت الدنيا مقلوبه، وكنت محرر حوادث في الاهرام ساعتها، فحضرت فعارف العماره كويس. عارف العماره طبعا. اهلا وسهلا يا استاذ خيري، والله وحشتنا. والله وحضرتك. انت اللي وحشانه قوي، انت فين؟ مش ناويه تطل علينا؟ والله بيتعرض عليا حاجات يعني ضعيفه كده، يعني مش يعني منتظره حاجه تليق باسمك والتاريخ. منتظره حاجه كويسه. باذن الله تجيلك احلى حاجه وتطل علينا من جديد. ان شاء الله. قولي لنا ايه المشكله بقى؟ المشكلة حضرتك قلتها، بس هي شقة اللي متأجرة لمستشفى بيطري. أيوة. مستشفى كلاب، والشقة التانية كل شوية يعملوا لنا مشروع جديد، مرة سايبر، مرة مش عارف ايه، وشالوا الشباك عملوه مدخل. هو مش ده ممنوع في العمارات السكنية أصلا؟ المفروض انا مش عارفه ازاي الدنيا ساكته، يعني سياده الرئيس، فخامه الرئيس، عمال يقضي على العشوائيات، ودول يلفوا من حته تانيه ويعملوا الاماكن المحترمه الراقيه عشوائيات. ايوه، شوف اللفه، يعني مصرين ده تحدي لنظام البلد وقانون البلد. ايه ده؟ يعني فخامه الرئيس عمال يقضي على العشوائيات، والشوارع بقت نظيفه
والدنيا بقت رايقه. بيلفوا يلفوا ويجوا على الاماكن الراقيه والعمارات الراقيه عايزين يشوهوها. يشوهوها. طيب ايه المشاكل النجمه عن وجود عياده بيطريه للكلاب في نفس العماره وفي الدور الاول عند المدخل؟ لا يعني السؤال ده بصراحة يعني يضحكني. أنا هدخل مع الكلاب وأخرج مع الكلاب والناس قاعدة، يعني البنات تدخل تحط صناديق الكلاب جوه وتخرج بره تقعد على السلالم تشرب السجاير، والبي قاعد بالكلب بتاعه اللي هو قد البقرة الصغيرة زي ما قلت عليه وقاعد بره على الجنينة على الشجر، وبعدين كلاب تخرج من العمارة تعمل تقضي حاجتها في الشجر وقدام العمارة وحاجات كده، ولحد الساعة 5 الصبح يشتغلوا. خارج بكلب ما عامل عملية ومتبنج وشايله وافد الأرض. احنا مقدمين يعني الفيديوهات اللي اتنشرت اهي واللي فيها الكلاب نازلة واللي فيها اللي كان شايل الكلب النازل. اهو. طيب ايه اللي حصل؟ ايه الإجراءات اللي حضراتكم خدتوها في العمارة؟ والله أنا قعدت مدة ما فيش إجراءات وببلغ كل الجهات، وبعدين تكرم السيد اللي هو رئيس الحي بعت لي لجنة. أيوة. وطبعا تواصل معايا برضو شكاوي مجلس الوزراء العميد احمد فاضل تواصل معايا وخدوا الفيديوهات وخدوا فرغوا يعني الكاميرات وخدوا الفيديوهات وخدوا الصور ومستنيين القرار النهائي. طبعا جالي لجنه من الحي فيها بيئه وفيها بيطريه وفيها نائبه رئيس الحي وفيها مجموعه كبيره سبعه وصوروا كل حاجه ومستنيين بقى فرج ربنا. هو فعلا قدر ياخد ترخيص من الحي؟ هل قدم ترخيص بالفعل؟ انا لا ما تهيألي، هو كان سيادة رئيس الحي قال ان هو بيقدم تصالح. اوكي. بالمناسبة يا استاذ خير، نعم، هل قانون التصالح يسري على العمارات السكنية؟ يعني اي واحد يجي يحط الرحال في عمارة سكنية ويقول انا هعملها تجاري وعملها مستشفى كلاب او مستشفى اي حاجة، لا، او اي مشروع، التصالح ليه مدة زمنية والجزء المتعلق بالبناء والمدد الزمنية دي انتهت في المخالفات، أما دي ده ترخيص. الترخيص هنا مختلف. العمارات السكنية ما يقدرش حد جديد يجي يروح يفتح حاجة مخالفة في عمارة سكنية دلوقتي. لا، هو دلوقتي شقتين الأرض دول على طول فاتحين عندنا حاجات مخالفة وبيقولوا احنا من تصالح واحنا مش عارف ايه، وانا سألت الكهرباء لقيت الوصل بتاعهم مخالف تجاري. يعني ايه مخالف تجاري؟ قالوا لي يعني هو بيحاسب تجاري بس هو مخالف، احنا معترفين انه مخالف بس بيدفع تجاري. بالظبط كده. يعني لا، هو المساله دي ملخبطه، محتاجه ننتظر الحي هيعمل ايه. انا متاكد ان مجلس الوزراء شكاوى مجلس الوزراء كمان بتبلغ الجهات المسؤوله وبتبلغ محافظ القاهره، فاحنا هنتابع معاكي لحد ما نطمئن ايه الاجراء القانوني، هل الاوضاع دي صحيحه ام فيها مخالفات، مين اللي ورا المخالفات دي، ازاي بيقدر يتجاوز القانون. هو قانون التصالح ده عايز برضو نظرة. لا، ده ملوش علاقة بقانون التصالح. انا اؤكد لحضرتك أدرى بقى. لا، حضرتك أدرى. أؤكد لحضرتك. مع بعض وهنشوف. احنا مع بعض ونشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ خير. بشكر حضرتك جدا. بشكر الفنانة الكبيرة مشيرة اسماعيل. امبارح وانا بتفرج كده على فيسبوك وقفت عند فيديو غريب كده، فيه شاب صغير انا ما كنتش اتخيل انه عدى العشرين، التقيته مستني جوزيه جوميز او جوميز مدرب الزمالك البرتغالي وهو خارج من المؤتمر الصحفي بعد ماتش الزمالك ودريمز، والتقيته واقف معاه بيناقشه في المباراه وفي تشكيل الفريق وفي تأطر الفريق بغياب ناصر ماهر وعبد الله السعيد اللي انضموا للنادي وما كانش ينفع يلعبوا افريقيا لانهم كانوا مع انديتهم في البطولات الافريقيه المختلفه سواء دور الابطال او الكونفدراليه. الولد او الشاب اللي اكتشفت بعد كده انه متخرج بيكلم جوميز بالانجليش والانجليزي بتاعه حلو وقاعد يساله، اللي لفت نظري اكتر ان جوميز واقف بيسمع باحترام وبيرد باحترام، والراجل ده انا بحبه، يعني مدرب من مدربين الشيك الراقيين في تعامله. اكتشفت ان هذا الشاب متخرج وده جزء صحفي في شخصيته بيمارسه من وقت لاخر رغم انه بيشتغل في الترجمه، عنده 24 سنه، والمفاجاه انه اهلاوي
بس كان بيعمل شغله. تعالوا نشوفه عبر زوم، نشوف الشاب الجميل ده يعرفنا بنفسه. أكرم الشيخ، أهلا وسهلا يا أكرم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ خيري، وتشرف بوجودي مع حضرتك والسادة المشاهدين، يا زمل فقرة لطيفة وخفيفة. لطيفة وخفيفة زميلي العزيز، أنت دلوقتي بتشتغل صحافة وصحافة تلفزيونية كمان، وبتتحرك وبتعمل شغل، فإحنا زمايل، وأنا كزميل شفت اللي بيحصل قدامي كان شيء كويس قوي. احكي لي بقى حكايتك. ده شرف ليا، شرف ليا. اتفضل قول لي يا اكرم، انت ايه اللي وداك لجوميز، وانت اهلاوي، ايه اللي وداك ماتش الزمالك، واحكي لي. والله بص حضرتك، انا اول حاجه طبعا كوني اهلاوي او يعني بشجع اي حاجه تانية، بس زي ما حضرتك قلت انا اهلاوي، ما يمنعنيش ان انا احاول ان انا اوصل حاجات كتيره الناس بتسال عنها، حاجات الشارع بيسال عنها، ان انا اتكلم دايما ان انا ببقى بتكلم بحياديه، ابقى متكلم ويبقى عندي ضمير في مهنتي، ان انا اوصل رساله معينه، ان انا اوصل ان يعني كلام الناس كتير قوي بتقوله وبتردده في الشارع عايزه تساله للمدير الفني، وما عندهمش فرصه ان هم يتقابلوا مع المدير الفني ويسالوه. انا الحمد لله ربنا. بس انت سالت إن كانك متخصص في، انت سالت كانك متخصص في الكوره، بتساله عن لعيبه وعن خطط وانعكاس ده على الفرقه، وهل خلاك تلعب بطريقه مختلفه؟ دي اسئله ناس بتفهم في الرياضه يعني. انا دي هوايتي، انا من وانا صغير انا بحب العب كوره واتفرج على ماتشات واحلل ماتشات، سواء بقى يعني محليه او اوروبيه، احب ان انا اتفرج، احب التحليل، احب اتكلم في خطط، احب اتكلم في يعني طرق لعب، بحب اشوف حاجات معينه. يعني حتى السؤال اللي انا سالته المستر جوزيه جوميز، انا قلت له ان هو غياب عبد الله السعيد وناصر ماهر مأثر على الفرقه ومأثر على الشكل الخططي ومأثر على التاكتكس بتاعته اللي هو عايز يلعب بيها واللي هو عايز يبينها قدام الناس، زي ما عمل قدام الاتحاد السكندري، زي ما عمل قدام الاهلي، كان عنده وفره من اللاعبين. هو حتى رد عليا وقال لي ان انا اللعيبه دي في وجودهم انا ببقى دايما بحاول ان العب بين الخطوط واستحوذ على الكوره اكبر وقت ممكن تبقى في رجل اللعيبه، وان هو عنده كواليتي كويسه جدا في نص الملعب بوجود اللعيبه دي، وحتى اللعيبه اللي مش موجوده معاه زي كابتن عبد الله السعيد وكابتن ناصر ماهر هو معاه كمان كواليتي كويسه جدا حتى في عدم وجود الاثنين دول في القائمه الافريقيه للنادي الزمالك. طيب عندي سؤالين، الاول شفت جوميز ازاي واعجبت بشخصيته ولا لا؟ قال لك حاجه استغرب من جرأتك. اتنين، بلغتنا الصحفيه انت اصطدته ازاي؟ المدرب لما بيطلع بيبقى ليه كده وبيخرج بسرعه ومحدش بيعرف يقف معاه بعيدا عن المؤتمر الصحفي، انت اصطدته ازاي؟ والله حضرتك، هو بالنسبه للسؤال الاولاني، فانا بالنسبه لي انا جوميز، انا لما عرفت ان هو بيقرب من تدريب نادي الزمالك يعني حاولت اعرف حاجات عن شخصيته. هو من يعني الشخصيات المحترمه جدا، بيحب ان هو يتكلم مع الناس، ما عندوش حته التكبر اللي موجوده يعني، وده واضح في طريقه الكلام بتاعته. هو شخصيه محترمه جدا ومدرب كبير جدا ومدرب كويس جدا لنادي الزمالك، لو ان شاء الله يعني استمر فتره اكبر مع نادي الزمالك هيقدر ان هو هيغير يعمل في الفرقه. ده صحيح. بالظبط. انت بتحب الصحافه يا اكرم؟ انا بحب الصحافه، بحب الصحافه، لكن انا انت خريج يعني ترجمه انجليزي وايطالي، ترجمه ولغات. انا خريج ترجمه انجليزي وايطالي. كويس. تشتغل مترجم ولا عايز تشتغل في الاعداد التلفزيوني، ولا عايز تبقى نجم مع نفسك وتقدم برامج من خلال السوشيال ميديا؟ والله حضرتك ربنا وفقني اجمع بين الثلاثة. مرة واحدة؟ حقك. حق. مرة واحدة ان شاء الله يعني. ربنا يكرم ان شاء الله. لحد ما تتخصص، لحد ما تتخصص في حاجة اشتغل في كل حاجة لحد ما تنجح. بالظبط، ويعني أي حاجة أنا وصلت لها دلوقتي أوصل لها بعدين. ده كرم وتوفيق ربنا. أكرم الشيخ زميلي الإعلام الشاب الواعد الجريء الواثق في نفسه، بشكرك جدا. طب خليه يقول لي وانا كمان بشكرك. ماشي، هو اللي قطع. طيب هسيبكم دلوقتي مع تقرير بمناسبه الاحتفال بالذكرى المئويه لنادي السيارات والسياحه المصريه.
عمل كرنفال للسيارات الكلاسيكيه، عدد كبير من اندر انواع السيارات، سياره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الرئيس الراحل انور السادات، عربيه عبد الحليم حافظ، اعتقد عربيه رشدي اباظه، مجموعه من العربيات القديمه. هسيبكم مع هذا التقرير، بعد التقرير والفاصل سنعود لنتحدث في فقره مهمه جدا، وضع اللاجئين في مصر. اللاجئين واهل البلد، اخواتنا من سوريا، من العراق، من ليبيا، من اليمن، من السودان، مصر دائما بتفتح ايديها، ولكن هناك حاله من الرؤيه ان احنا المساله مش واضحه، احنا عندنا كام مليون لاجئ، وهل كلهم ينطبق عليهم تعبير لاجئ، ولا في ناس عاشت واشتغلت، هل كلهم عبء ولا بعضهم بيضيف للاقتصاد المصري؟ يعني اذا بصينا الارقام، عايز اقول لكم الارقام تشجعكم شويه على تقدير اهميه هذه الفقره. احنا عندنا تقريبا حسب الجهاز المركزي للاحصاء عندنا حوالي 9 مليون ضيف من 135 دولة بنسبة 50.4 ذكور، 49.6 إناث، بمتوسط عمر يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 من حجم سكان مصر، عدد ضخم جدا. مركز التعبئة والإحصاء في يناير 24 قال إن عندنا 4 مليون مواطن سوداني، يليهم 1.5 مليون مواطن سوري، ثم الباقي جنسيات مختلفة. وقال إن 10% من الموازنة العامة لمصر تنفق على اللاجئين، وقال إن اللاجئون في مصر بيستهلكوا أكثر من 8.7 من مخزونات الدولة المدعمة، 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، دمياط. 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة. من الدول التي استفادت من اللاجئين تركيا بتاخد 6 مليار يورو. احنا النهاردة بنناقش كيف تعاملت وكيف ستتعامل الدولة مع هذا الملف الشائك ما بين واجب مصر واسم مصر وترحيب القيادة المصرية بإخواتنا العرب واعتبار أن مصر بلدهم الثاني، والالتزامات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجاه أهالينا اللي عايشين معانا من أي جنسية. ده هنناقشه بعد الفاصل. نادي السيارات تأسس سنة 1924 والسنة دي 2024، فبنحتفل بالمئوية الأولى لنادي السيارات. نادي السيارات عنده عديد من الأنشطة، هو المصدر لرخص القيادة الدولية، وهو المصدر لدفاتر المرور الدولية للسيارات اللي مغادرة مصر إلى دول أجنبية، وهو أيضا من الأندية المهتمة بتنشيط السياحة. احنا عدينا 50 سيارة من أقدم وأجمل السيارات اللي موجودة في مصر، السيارات دي كلها ملكها مصريين، ومن تاريخ إنتاجها لغاية دلوقتي هي ملك للمصريين، جزء من الاقتصاد المصري، جزء من التراث المصري. في بعض السيارات ليها علاقة بشخصيات تاريخية، فبالتالي تصنيفها تبقى اسمها سيارة تاريخية. الانطلاق هيبقى من أمام مقر نادي السيارات في شارع قصر النيل وسط البلد، مرورا بميدان التحرير، ثم العودة تاني مرورا بميدان سليمان باشا، ميدان طلعت حرب، ثم عادة الاصطفاف أمام النادي تاني. هي العربية دي أصلا من مقتنيات قصر الرئاسة، تاريخها يرجع لأن هي كانت عربية الرئيس الأمريكي كارتر، وأثناء مباحثات السلام في السبعينات أهداها للرئيس الراحل المصري أنور السادات، فضلت من مقتنيات قصر الرئاسة، وأنا لما عرضوها للمزاد اشتريتها لأبويا الله يرحمه. دي عربية رولز رويس موديل 51 اسمها سيلفر دون، دي كانت عربية علي باشا ماهر رئيس وزراء مصر الأخير أيام الملك، ومتجددة بالكامل كلها عندنا. عربية كاديلاك 58 الدورادو بيرتس، ودولت عربيات نادرة جدا، عددهم في العالم
ما يتعداش 250 عربية. في حسن حظ مصر إن الرئيس جون كينيدي أهدى عربيتين للرئيس جمال عبد الناصر، راحل جمال عبد الناصر، وطلعوا في مزاد. وفضلت العربيات دي تتداول ما بين ملاك، في عربية منهم سودة وعربية تانية بيضة. العربية السودة عند أخونا الأكبر معتز الألفي، والعربية البيضة معايا. هي كاديلاك دوفيل موديل 71 سنة 71، وهي بتاعت ابني. والله ده كان هي السبب في الموضوع ده، هي اللي بتحوش الفلوس. وأنا أول لما شفت العربية حصل لي زي ما بيقولوا كود فوت، وقعت في غرامها. حسيت إنها لا، العربية دي تستاهل، وإنها تبقى حاجة هتزود الجراج عندنا وهتبقى مميزة. أهلا وسهلا بحضراتكم. هذه الفقرة من فقرات الصعب على قلبي، يعني لأنه أنا بقول تعبير اللاجئين بتحسس اسم مصر، لأن مصر طول عمرها أبوابها مفتوحة وهي أمان من لا أمان له. مصر هي السرير، هي البيت الآمن والدافئ لكل إخواتنا في كل مكان، للبشرية والإنسانية. من زمان جه اليونانيين وعاشوا معانا هنا، وجه الإيطاليين وعاشوا واشتغلوا معانا هنا، وكانت مصر مفتوحة الأبواب. وجي سوريين من سنوات طويلة واستوطنوا مصر وعاشوا معانا واشتغلوا من الوحدة وما بعدها، واستمروا في مصر، حتى بيروحوا سوريا زيارات وييجوا. وعندما حدثت مشكلات المنطقة واستهدافها وتمزيقها، ومصر أبوابها مفتوحة، دائما نخجل من أننا نقول تعبير اللاجئين على قوتنا. يعني ما أقدرش أقول على السوداني في مصر لاجئ، ما اقدرش اقول على سوري لاجئ، ما اقدرش اقول على عراقي، على يمني، اي عربي. حتى بعض الافارقه الذين لا ينتمون للامه العربيه اللي جم مصر، مصر فتحت ابوابها ورحبت بيهم. لكن في الاونه الاخيره طرحت اسئله كثيره عن وضع الموجودين في مصر، مش اللاجئين، الذين ضاقت بهم السبل واستوطنوا مصر. فيهم نسبه كبيره بتشتغل، هي قوة مضافة للاقتصاد المصري، لكن كمان في نسبة كبيرة لا تعمل. بدأت في الفترة الأخيرة أصوات، يا جماعة دول بياخدوا 10% من الموازنة، يا جماعة دول مع الأسعار الغالية الدولة بتوفر دعم كبير للسلع فبياخدوا. فمن المسؤول ومن الذي يدعم، وكيف تدير الدولة أو الحكومة المصرية هذه الأزمة؟ لذا مع ضيوف الأعزاء ستكون حلقة أسئلة، ومن خلال الأسئلة سنصل إلى بعض الإجابات التي يمكن من خلالها تلوين المشهد. خلوني أرحب بضيوف الأعزاء، وابتدي طبعا لأن السيدات. أولا سيدة النائب سهام مصطفى كمال، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، أهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أهلا وسهلا دكتور وليد. الدكتور الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات، اهلا وسهلا دكتور حسين. اهلا بيك يا فندم. وانا هبتدي من عندك علشان تقول لي ارقام. ما هي ارقام اللاجئين الذين ينطبق عليهم تعبير لاجئ بالتعبير السياسي يعني في مصر؟ هو طبعا المقيمين او الوافدين في مصر كلهم بشكل كامل حوالي 9 مليون بالضبط. اللاجئين نص مليون، 294 ألف بس هم المسجلين داخل المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، والباقي من النص مليون لسه في طريق التسجيل. طب إيه اللي بيميز اللاجئين عن اللي انت ما قدرتش توصل لتصنيفهم في التسعة مليون؟ أقول لحضرتك إيه اللي بيحصل، إن طوال السنين اللي فاتوا كان في أزمات بتحصل في بعض الدول الشقيقة سواء في القارة أو غيرها، كان بيحصل في عايز أقول إن هي هجرة أو إقامة، البحث عن فرص عمل، يعني مثلا في وقت بعضهم جيل العلاج والفقر، في جزء مثلا جه في مصر على سبيل المثال في وقت أزمات السودان في البداية خالص في تسعينات القرن الماضي، بدأ جزء كبير يجي منهم، حتى وصل عددهم في وقت معين هنا في مصر 5 مليون. صحيح. وبدأ بعد كده العدد يتراجع بعد ما تحسن الوضع في داخل السودان. في قصة بقى في العدد أو لغط في العدد عشان الناس فكرة إن العدد ده كله لاجئين.
في جزء مثلا طلبة، يعني زي مثلا طلبة مدينة البعوث الإسلامية اللي بيجوا يدرسوا من جميع الدول في جامعة الأزهر، تمام، ده عدد كبير طبعا. في جزء دخل مصر نتيجة لعدم الاستقرار داخل هذه الدول، يعني في طبقة مثلا غنية جت من السودان من حي الرياض مثلا على سبيل المثال، من ضمن الأحياء الحي الفاخر، الحي الفاخر عندهم هناك مثلا جزء كبير جه هنا، فهنا لا ينطبق عليه صفة لاجئ، ما راحش اليو ان وراح سجل نفسه في هذا الإطار. ال 294 ألف اللي بيروحوا اللي راحوا اليو ان وسجلوا نفسهم، اللي سجلوا نفسهم دول اللي بياخدوا دعم من المفوضية، اللي بياخدوا دعم من المفوضية. طب دعم المفوضية ده بقى عايزين نفصله معلش عشان مهم جدا. 294 ألف دول 70% منهم بياخد دعم حاجة ليها علاقة بال WFP اللي هو البرنامج الغذائي العالمي، بيدي المفوضية للدعم للفرد شهريا 450 جنيه. جنيه مش دولار، جنيه، بما يعادل 450 جنيه شهريا عن طريق احد الشركات المصرفيه اللي موجوده في مصر. ال 10% بياخدوا من دعم من المفوضيه نفسها بحوالي 600 جنيه. ده من ال 294 الف. المفوضيه نفسها بقى دورها ايه؟ دورها ان هي مفروض ان هي دورها عبوري، بمعنى بتسهل عمليه عبور اللاجئين من مصر، بمعنى ان اللاجئ معمول حسابه ان هو هيمشي من مصر، أي هيتعمل له حاجه اسمها اعاده توطين، وده حصل بالفعل. واللي راحوا دول اوروبيه حوالي 50,000 اتوزعوا على العديد من الدول خلال الفترات اللي فاتت. نعم. ده يمكن موجز لهؤلاء الناس. بس في حته بقى اللغط عندنا اللي هي موجوده، ان وقت ما بيصدر قانون او بيصدر اي شيء بنقول الوافد او المقيم، فبالتالي الجهات لما بتيجي تنفذ بتنفذ على الجميع. أيوة. بمعنى ان الراجل اللي هو تابع للمفوضية عنده بطاقة، لان هو ما عندوش فكرة جواز السفر على فكرة، لان اغلبهم يا اما دخل عن طريق السودان يا بطرق غير شرعية، دخل بطرق غير شرعية، فبتطلع له بطاقة وافد، وفي نفس الوقت لو فكر يروح للسفارة بتاعته على الاقل بتطلب من 350 دولار ل 400 دولار ثمن جواز السفر، سفرته. فبالتالي ال 294 الف، عشان نوضح برضو الجزئيه دي، ما عندوش جوازات سفر. بس ال 294 الف عايشين معانا بيستفيدوا من اي دعم بتقدمه الدوله، سواء في البنزين او الاكل او خلافه. هم مستفيدين طبعا، بس زي ما قلت لحضرتك يعني هو في جزء علاجي مثلا بتاخده بعض المنظمات الدوليه، لان على فكره اليو ان هنا لها في منظمات تابعه ليها بتشتغل معاها زي كاريتاس مصر، زي العديد من لان المبالغ الاغاثه الكاثوليكيه مثلا 400 و600 جنيه دي ما تكفوش مواصلات يعني. فدي الفكره. طيب دكتور وليد، قبل ما حضرتك تسال انا عايز اختلف معاكم. اتفضل. عايز اختلف معاكم. اختلف الاول، اختلف مع حضرتك. اتفضل. هو حضرتك مكسوف ان انت تصنف اللاجئين ليه؟ اذا كان ده هيديله ميزه، اذا كان الشخص اللاجئ، احنا بنرحب بكل اخواننا وكل اشقائنا. انا كنت بسال حضرتك عدد. حضرتك اذا كان مبدئيا كده لفظ لاجئ هو مصطلح دولي. أيوة. بيجيز لصاحبه الحصول على مزايا معينه. أيوة. وبيجيز للدوله التي تستضيفه الحصول على مشاركه اجتماعيه من وتضامن دولي من المجتمع الدولي. اذا هذا اللفظ ليس سيء. كويس. اللفظ ده من مصلحته ومن مصلحتي. هل ده ينطبق على 9 مليون؟ أنا برحب به مبدئيا، لكن ده مش هيغير من كون إن اللاجئ لاجئ، ده حاجة. طيب. الحاجة التانية في العدد، أنا هختلف طبعا مع الدكتور. إن هو بيقول المسجلين في المفوضية إن العدد الحقيقي أكبر من 9 مليون بكتير. تمام. ليه بقى؟ لأن كان لسه في ديسمبر اللي فات كان في المؤتمر الدولي، المنتدى الدولي للاجئين على مستوى العالم، وفي البيان الختامي قال المفاوض السامي لمفاوضية شؤون اللاجئين في البيان الختامي ان في 7 مليون نازح خرج من السودان بس في احداثها الاخير. فلما 7 مليون نازح يخرجوا وانا اقول ان اللاجئين السودانيين اللي عندي 300,000، يبقى احنا كده بنتكلم كلام مش مظبوط. احصائيه 9 مليون بس، ال 300 دول هم بيقولوا من يناير. حضرتك التسعة مليون ده رقم مش حقيقي في الأساس. لا احنا بنتكلم على 300 لا 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 هم كله لا من يناير. حضرتك دول المسجلين في من يناير اللي دخلوا مصر. حضرتك كل اللاجئين اللي مسجلين في المفوضية من في مصر سواء من السودان أو في كل الدول عدد لا يتجاوز 500,000. بينما 500,000. بينما أنا النهاردة
مستضيف من السودان فعليا، لان العدد مش بس اكثر من 4 مليون. ده مش بس العدد اللي بيمر من المعابر، ده في يعني اعداد مهوله بتمر عن طريق التهريب، وبيفضل موجود تهريب ومعهوش ورق وبيفضل موجود هنا. العدد انا باكد ان العدد النهارده، العدد ان كان العدد الرسمي للاجانب اللي موجودين تحت بند لاجئين وفقا للتصنيف الحكومي 9 مليون، لا ووفقا للمفوضيه اللي موجوده فرع المفوضيه اللي موجود في مصر نص مليون. فانا التصريح اللي طالع في البيان من المفوض السامي بيقول 7 مليون سوداني، ده بياكد ان انا عندي من السودان بس اكتر من 3 مليون في الاحداث الاخيره. امال هم راحوا فين ال 7 مليون؟ هل هو راح تشاد؟ بس انا عندي كارثه، انا لما بقلل من وجود اللاجئين عندي بلاقي ان تشاد واخده دعم اكبر من الدعم اللي بتاخده مصر، فهل اللاجئين راحوا هناك ولا لا؟ فكره ان الاغنياء جم مصر، انا اقول لحضرتك مثلا السوريين والترويج الى فكره السوق، وهم مرحبين بيهم طبعا، طبق الترحيب على عيني وعلى راسي. طيب. بعيدا عن كل شيء، لا ما انا احب صوت اخر يعني. البعض بيتحدث على ان اللاجئين السوريين او الضيوف السوريين بيعملوا بيزنس. عدد المستثمرين السوريين اللي في مصر لا يزيد عن 30,000، من ضمن نصف مليون سوري موجود. كويس، 30,000 بيشتغلوا في راس مال وفقا لتصريحات طالعه من ممثلينهم حوالي 200 مليون. فالرقم احنا حاسين 200 مليون جنيه ولا 200 دولار؟ 200 مليون دولار. أيوة. الرقم احنا حاسين ان هم اكتر من 300,000 مستثمر سوري، على اعتبار ان هم بيشتغلوا في امور قريبه من الناس. أيوة. لكن الواقع الحالي ان اللي موجودين لاجئين، العدد كبير، ايوه عدد كبير. مين اللي بيدفع ثمنه؟ اول واحد بيدفع ثمنه المواطن اللي اجرت شقته اتضاعفت. هو لو العدد بسيط زي ما بيتم الترويج لارقام اقل ما كانش اللي بيدفع جنيه دفع اتنين في شقته في مناطق شعبيه الناس اولى فيها بجنيه. ده حاجه. الحاجه الثانيه، اذا كنت انا برحب باللاجئ وبقول له اهلا وسهلا بيك، فهو بياخد حقوق اكتر من المواطن يا استاذ خير. تمام. ليه بقى؟ لان هو هربان من بلده على عدم وجود الامن. الامن اللي موجود في مصر ده، مصر اولادها دفعوا ثمنهم دم، دفعوا ثمن الامن دم. كويس. اللاجئ لا يساهم في الامن سواء في القوات المسلحه ولا الشرطه بالتجنيد. تمام. لا يدفع حصه من ميزانيه هذه الاجهزه اللي بتتكلف مليارات الجنيهات ومليارات الدولارات. اللاجئ اللي التقديرات، وانا باكد ان اذا كان البعض بيتحدث عن ان 10% من الموازنه، انا بقول لحضرتك لا، احنا بنتجاوز 10%، خلينا نقول ان 10% بتذهب. وهذه ال 10% النهارده لما القانون الدولي بيقول سواء اتفاقيه 1951 او الميثاق العالمي للاجئين اللي اتقرر في 2018 بيقرر مبدا المشاركه العادله ما بين كل دول العالم في تحمل هذا العبء. هذا الالتزام وهذا المبدا غير ملزم. لا. هو مبدا متوافق عليه ولكنه غير ملزم. طب يلزم امتى؟ لما طالب. يبقى انا لازم اقول الوجه الحقيقي والعدد الكبير الحقيقي، ويكون عندي ملف كبير حقيقي استطيع ان انا اتحدث به للمجتمع الدولي، احصل منه على تعويض او مساهمه منه للدوله المصريه اللي بتامن لهؤلاء عنصر الحياه، اجيب لهم هم كمان دعم اكبر يليق بعددهم، اكون جاهز. لان يعني مش معقوله تركيا، انا مش اغنى من تركيا، مش معقوله المبالغ اللي بتاخدها تركيا واحنا لسه النهارده 6 مليار يورو. ده 6 مليار خدوهم في 2016 وبعد كده المبلغ اتضاعف. أيوة. فكره الادب ان احنا بنحتوي الجميع. لا، احنا تاريخيا الناس كانت بتيجي من دول المغرب العربي تروح تحج وما بترجعش لدول المغرب العربي. مصر فيها كل الاعراق وملتقى الثقافات وده شيء كويس، ولكن هل لما انا احرج من اني اعاملهم بهذا الشكل او اطلق عليهم لفظ لاجئ هيضيع عليا دعم دولي انا احق بيه؟ هرجع لك عشان افهم انت عايزنا نوصل لايه، ايه المطلوب ان احنا نعمله. ولكن نروح لسياده النائبه، الحكومه المصريه كيف تعاملت مع هذا الملف؟ يعني رغم ان انا نائبه في مجلس النواب، بس انا بقول ان الملف ده يعني الدوله سابته لما تفاقم. اولا يعني احنا مش زي ما قال الدكتور، احنا مش اغنى من دول الخليج. في حد النهارده يقدر يدخل دوله خليجيه ويقعد وما كانش معاه مثلا تاشيره زياره، تاشيره عمل؟ فيعني احنا مش اغنى منهم يعني. وبعدين يعني انا بقول مش ب يعني انا بقول بنقل صوت اللي حواليا،
مش بنقل صوت السوشيال ميديا. طب قبل ما نطرح الحل، رؤيتك لتعامل الحكومة في هذا الملف ايه؟ انا قلت ان هي يعني اتأخرت لما الملف تفاقم. يعني كان مفروض حصر دقيق في الاول، وبعدين اللي بيدخل يعني يتقنن وضعه. يعني احنا مش ضد ان حد يجي، بس الحد اللي يجي ده زي ما قال الدكتور ان يدفع مثلا، يكون في رسوم للإقامة بتتحدد على حسب الفرد. النهاردة السعودية الطفل بيدفع 400 ريال في الشهر، كل شهر. أي. اللي بيدخل وبيعيش هناك وبيكون عنده تأثير تعامل يعني كل فرد هم بيراجعوا ده كمان. يعني أقصد ان احنا المفروض تقنين للوضع، حصر الأعداد، حصر دقيق، وبعدين فرض رسوم، والرسوم دي تتطبق حقيقي. مش برضو هيهرب منها اللي بيأجر شقة، نعمل مثلا قوانين تلزم اللي بيأجر شقة انه يبلغ الأمن. القانون ده موجود بس ما بيتطبقش. المفروش بس ده المفروض بيتعرض لمساءلة قانونية في حال تخلفه عن ده. هو في الإيجار المفروش بس، انما يعني الإيجار العادي لا. كل الإيجار، أنا ساكنة في مكان فيه 4000 سورية، دلوقتي محدش. بقى لابد من الإختار، كان المفروش دلوقتي لابد من الإختار. يعني انا بنشوف في كل الاماكن، يعني القاهره الجديده مثلا اتملت من كل الاشكال، من كل الجنسيات. يعني دولت الدوله عارفه بيهم، دولت الناس خايفه من حاجات كتيره. يعني الصعود النازيه في المانيا في الثلاثينات كان سبب اقتصادي في الاساس. فدايما وقت الازمات بيحصل احتقان مجتمعي، بيتوجه للجهات الضعيفه في المجتمع اللي هي الاقليات. مش عايزين ده يحصل ابدا. طبعا احنا في غنى عن كل ده. وبعدين الرئيس قال كلمه ليها دلاله، قال كلمه ضيوف. ايوه الضيف مش هيقعد على طول. يعني يعني يا ريت يعني احنا نفهم. ايوه بس هيروحوا فين؟ ما هو انت قدام ازمه، الناس دي ما عندهاش ملاذ امن غير مصر. والله انت لو حطيت قواعد، انت شايف اوروبا بتعمل ايه مع الهجره ومع الدخول غير الشرعي، بترميهم في البحور. يعني انا مش بقول نرميهم. أيوة. بس بقول لو في قوانين وقوانين بتطبق، اللي هو محتاج يقعد فعلا هو اللي هيقعد. لكن ان كل ان الباب مفتوح وكل الناس اللي ما عندهاش طريقه عيش، اللي ما عندهاش سبب ان هي تكون موجوده في اماكن. يعني النهارده سوريا ناس كتير، في اماكن كتير في سوريا امنه. هو يعني ما يقعدش على حساب الغلابه. يقعد علينا وعلى راسنا. بس المسكين، الشاب المسكين اللي كان بيأجر شقه ايجار قديم وتضاعف عليه الايجار 3 أضعاف، يا هل ده كويس؟ لا مش كويس. طيب خلينا نرجع للدكتور الحسين واساله. مجلس الوزراء المصري قال ان احنا مع ضيوف مصر في قرار بتقنين الاوضاع، $1,000 علشان الإقامة. هل بتشوف المبلغ ده عادل؟ حجم الدعم المصري اللي بتقدمه ماديا، وانا عارف ان عند حضرتك ارقام ومعلومات في هذا الاطار. هو بس عايزين نوضح حاجه واحده عشان بس يمكن مش عايزين ندخل لحتت جانبيه. هو ال 294,000 دول تم حصرهم، اللي هم مسجلهم المفوضيه بناء احنا بنقول عليها في تصنيفنا، احنا دايما لما كنا بنتحدث عن حياه كريمه او غيره بنقول الاكثر احتياجا. تمام. الاكثر احتياجا دول هم المسجلين داخل المفوضيه. ال 8.5 مليون ما حاولوش ان هم يسجلوا في المفوضيه. طب ليه ما حاولش ان هو يسجل؟ هو قادر ماديا، يعني مثال طبقة غنية أو مش قادر. عارف أن وجوده في المفوضية هيرحله في يوم من الأيام. لا بالعكس، ده بيديله خيار يا فندم، بيديله خيار أن هو يا إما يسافر، بيجيله عروض سفر، وأنا بشوف الحالات دي لأن أنا 4 سنين شغال على الملف ده. بيجيله عرض السفر مثلا على أمريكا أو كندا، وبيديله خيارات بعض الدول، في جزء بيوافق وفي جزء بيرفض. حسب ما هو بيجي. فبالتالي في دور كبير جدا جدا اسمهم اللي هم بياخدوا آلية التوطين بالنسبة للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين. الدولة فرضت النهاردة رسوم محددة لهؤلاء الناس. هذه الرسوم لازم يتم قبل ما افرض الرسوم اصنف او عيد تصنيف اللي هم موجودين من اول وجديد. بمعنى انظم الصفوف مش اكتر، احنا مش طالبين حاجة. تنظيم الصفوف بمعنى ايه؟ ال 294 ألف لاجئ دول في منظمات معينة بتتلقى تمويل من أجلهم، يبقى دول مسؤولية هذه المنظمات، مش هقدر أحاسبهم هم ماديين. أيوة. عشان العديد من الدول، وده اللي حصل على فكرة لما عملت كده تركيا، ما حسبتش على الفئات دي. في فئة تانية بقى حضرتك زي فئة اللي هم جايين يدرسوا هنا في مصر،
ودول لهم فئة مفروض تصنيفة محددة، عددهم مش ضخم، عددهم مش كبير، عددهم مش كبير، وفي جزء دخل من أجل الاستثمار، وإن هو ده بالعكس، ده مفروض إن أنا أشجعه، ده أشجعه، ودور من أي جنسية دور الهيئة العامة للاستثمار إن هي تحتوي هؤلاء الناس، ودول لازم يبقى لهم رسوم محددة برضو خاصة بيهم. مش معقولة النهاردة حساوي المستثمر زي اللاجئ زي كله يدفع 1000 دولار، كله يدفع 1000 دولار، ما ينفعش. فهي دي القصة، يعني يمكن دي الايديولوجية اللي احنا مفروض نتفق عليه. بمعنى هقول لحضرتك، بس المستثمر يجب يدفع ضرائب وبيدفع حاجات تانية. الله ينور على حضرتك، بس انا عايز اوضح لحضرتك مثلا في تأثير عن قرار معين. يعني السنة اللي فاتت مثلا وزارة التعليم العالي قالت احنا هنطبق فكرة 2000 دولار على اي حد مقيم بالنسبة لمكاتب التنسيق. القرار ده فعلا تم تطبيقه من السنة اللي فاتت. القرار ده مفيد؟ مفيد، بس في حاجة لما جينا نطبقه طبقناه على اللاجئ اللي هو 294 ألف، دول دخلهم لا يتجاوز 450 جنيه ودخولهم بسيطة، فجزء منهم اتحرم من هذه الفئة. طب مفروض كان عملنا ايه؟ كان خطبنا الجهات المانحة اللي هي زي هيئة الغاثة الكاثوليكية زي اليو ان اللي هي بتتلقى تبرعات خاصة بيهم واللي بتديهم هذه الفئات. انا النهاردة المطلوب مني من 294 ألف ان انا حاسب الدول اللي هي مسؤولة، لان مصر على فكرة اللاجئ مسؤولية مش مسؤولية مصر بس، مسؤولية جميع الدول. النهاردة لما مصر بتاخد عدد كبير زي دول كان مفروض من زمان يعاد تصنيفهم من اول وجديد. فهي دي يمكن الآلية، بيستنزفوا بيستنزفوا، بس اللي بيستنزف أكتر هو 8.5 مش 294 ألف، هي دي الفكرة. فعشان كده أنا محتاج أعيد التقسيم. عندك أرقام لفاتورة الدعم المصرية لضيوف مصر؟ بالنسبة لضيوف مصر أقول لحضرتك حاجة، بالنسبة مثلا للغذاء هم بيستهلكوا نسبة طبعا كبيرة جدا، عشان كده يمكن برنامج الدبليو اف بي حط موازنة كبيرة لهذه الموضوعات بالنسبة لليو ان، بالنسبة للدعم بتاعهم الخاص بيهم. بمعنى اكتر يعني بيضع اكتر من يعني بيحط هنا في مصر مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال يعني بيدعم بحوالي 7 مليون دولار بالنسبة اللي بيدعم اليو ان، يعني من خلال حاجة اسمها معونات شتوية، حاجات معينة بتجيلهم في هيئة حوالات او في هذا الاطار. ده بالنسبة للدعم الغذائي. دعم الكهرباء طبعا الدولة يعني هنقول الدعم الكبير للكهرباء اطرح منه 10 مليون، النهاردة هيكون الدعم رقم كبير جدا رقم بالنسبة لهذا الاساس. ده البترول، طيب والمدارس، طب والعلاج، طب والسكن. بالنسبة لآلية السكن برضو عايزين نوضح حاجة، ان النهاردة بالنسبة للسكن وفكرة غلاء المعيشة والحاجات اللي زي كده، دي مش مسبباتها على فكرة اللاجئين، ان احنا حطينا 294 ألف وحطناهم كلهم لاجئين. العيب عندنا ان الناس دي وقت ما دخلت مصر في جزء ما سجلش نفسه في المفوضية لان حس نفسه ان هو قادر ماديا، هو بيتلقى اموال بشكل كبير جدا، وفي فكرة على فكرة برضو ان احنا مش مستغلين هذه الاموال. بمعنى ايه حضرتك؟ ان 8.5 مليون دول النهاردة بيجي لهم بشكل يومي يعني يمكن يعني 50 مليون دولار مثلا بيجوا عن طريق المصارف اللي هي الحوالات اللي هي بتيجي من بره على اساس يستلموها. انا اتكلم على 8.5، تمام. وهذه الحوالات بتيجي بشكل دولاري. طيب ليه ما تخشش في البنوك المصرية؟ لاني عندي حاجة بيروقراطية في البنوك المصرية، حضرتك لازم يكون عندك إقامة، والإقامة سارية والجواز ساري، فبالتالي ممكن الفلوس تقف عشان ما تخش تحت طائلة غسيل الأموال. لا هو أنا عارف الفلوس دي جاية منين. لا ما هو بتيجي دعم حضرتك، ما هو النهاردة مستثمر فتح له مثلا مطعم، فاتح محل ملابس، هم في ناس كده. يعني مثلا عندي منطقة زي أكتوبر بشكل كبير، النهاردة أكتوبر من 10 سنوات غير دلوقتي. النهاردة الوضع الاقتصادي بتاع مدينة زي أكتوبر، الحي الأول الحي الثاني، أصبح فيه نشاط اقتصادي بشكل عالي جدا. لازم نعترف بهذا الملف. النهاردة ما جيش أنا النهاردة عندي ظروف محددة. على فكرة مصر ما فيهاش أزمة سكن، أنا عندي 30 مدينة جديدة، أنا عندي 1,200,000 وحدة سكنية، انا عندي يعني ما بيروحوش الحته دي هم. لا يا فندم، في كتير هو عايز يتجمع في مناطق التجمع. طيب دكتور وليد، انا اسف، مبدئيا اعتبار ان اللي ما سجلش في المفوضيه غني انا معترض عليه، اكيد مش لازم، لان هو ما سجلش في المفوضيه عشان خاطر مش هياخد منها حاجه 300 400 جنيه 500 جنيه مقابل ان هو يحط سيف على رقبته ان هو يبقى اتحصر في اي وقت هيجيبوه. ايوه
دي حاجه. الحاجه الثانيه اعتبار ان الـ ان الـ ان هم اغنياء وجايين انا معترض عليه، لان فكره ان بيتحولوا مبلغ من الخارج، السودان عندها حوالي 10 مليون اكتر من 10 مليون حد شغال في الخليج وفي اوروبا والكلام ده، بدل ما اسرته كان بيصرف عليها في السودان بيقول له روح مصر عشان مصر رخيصه. ايوه مصر رخيصه، حتى لو بيحول له دولار هو بيحوله دولار، بس بيشتري البنزين بالجنيه. حضرتك لما بتتكلم في السعر، اذا اعتبرنا ان 10% من الدعم ده على اقل تقدير رايح للاجئين، يبقى انا بتكلم الموازنه العامه السنه اللي فاتت كانت 119.5 مليار، مليار بقى مش مليون، مش حد بعت مليون، لا بالمليار. السنه الجايه 130 مليار، يبقى انا بتكلم في اكتر من 12 مليار جنيه دعم للوقود بس لهؤلاء اللاجئين. التكلفه عاليه جدا، واعتبار ان هم مستثمرين في هناك فارق. المستثمر النهارده، المستثمر هي حاجه من اثنين، يا اما جاي مستثمر وله بطاقه ضريبيه وله اقامه وله كذا، لكن اما انه ما عندوش هذا الامر، احنا كمصريين لما حضرتك بتتكلم عن معامله الدوله المصريه، حيائنا من التعامل مع هذا الملف وحبنا ليهم، وانا اكتر محبه من حضرتك، لكن ده ما يمنعنيش نوزن ايه زي ما حضرتك ذكرت تركزهم في منطقه انا من حقي كدوله مضيف ان اعيد توزيعه علشان ما يكونش على حساب المواطن. تمام. علشان يقول له لا انت مسموح لك ان انت تاجر في المكان، كثافات سكانية، انت من حقك انك تكون في المكان الفلاني، ما تكونش في فيصل، ما تكونش في مدينه نصر، زي ما بيحصل في اوروبا بيدوم في مناطق فيها صناعات فيها بتاع يشتغلوا، انا ما تبقاش في المناطق. الوعود اللي انا الوعود انا عايز اكلم حضرتك عن الوعود اللي بناخدها. ايوه الوعود. المنتدى الاخير اللي كان في ديسمبر اللي فات 15 ديسمبر، المانحين في المؤتمر الدولي اللي اتعقد في ديسمبر كانوا بيتكلموا على 2.2 مليار للاجئين في كل الدنيا. الرقم صغير جدا جدا، صغير جدا، وده وعود. لما انتقل للاتحاد الاوروبي في 2023، لما هو خايف ان احنا نرخي ايدينا على 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 الهجره غير الشرعيه، فوعدنا كمصر بدعم تصل قيمته 10 مليار دولار في 2023. فجأة وبقدرة قادر جينا في 2024 نزل العشرة لتمانية. لما دخلنا في التمانية طلع من ضمنهم خمسة قروض واثنين وعود باستثمارات. خمسة وعد بقروض مشروطة، وعد بقروض مشروطة منخفضة الفايدة، واثنين وعد باستثمارات، وجينا في الآخر على الدعم الحقيقي بنتكلم على من 400 ل 600 مليون دولار. ما يعملوش اي حاجه خالص. من هنا ما يجيبوش فرق السكر. من هنا لازم نكون عندنا ملف متكامل، سواء بالمقيد وغير المقيد، يعبر عن الواقع الفعلي وبالالم اللي بيتالمه الاقتصاد المصري عن وجود هؤلاء، بحيث اقدر اطالب بالدعم الدولي اللازم. انا من حقي كمصر، واسمح لي في مجال المقترحات، احصل على خصم تجاري على كل الواردات اللي انا باخدها من اي دوله من دول العالم بما فيها الطاقه، اخد خصم تجاري 10% عن السعر المتداول علشان اتحمل هؤلاء. تقدر تفرض ده؟ طب خلينا اطلع فاصل ونرجع، هرجع لسام هانم علشان اشوف هي ابعاد المشكله دي فين؟ هي البعد اقتصادي بس؟ ولا اجتماعي؟ ولا امني؟ ولا كله؟ كل دول. وهنتعامل معاهم ازاي بعد الفاصل؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، بنواصل حوارنا على كيف ندير ازمه اللاجئين في مصر. سياده النائب سهام مصطفى كمال، شايفه ابعاد الازمه فين؟ هي الازمه ليها ابعاد كتيره. أي. يعني مثلا بعد ديموغرافي، انه تغيير التركيبه السكانيه. صحيح مصر كانت ملتقى حضارات زي ما الدكتور قال، وطول عمرها بتستقبل هجرات، بس مش بالعدد ده، مش بالتركيز ده، من بلد واحدة. أو من بلدين. يعني بس يعني الأغلبية سودان. أربعة سودان، 4 مليون سودان، 1.5 مليون سوريا. ما فيش تحديد، ما عرفتش أجيب الرقم حتى. لا لا موجود. 1.5 مليون سوريا. 1.5 مليون سوريا، 1 مليون يمني، 1 مليون ليبي، وبعد كده أرقام قليلة. أوكي. وبعدين في مخاوف أمنية زي ما قال برضو الدكتور، إن ليه الناس دي ما بتسجلش؟ مش بسبب اقتصادي على فكرة. هو زي ما في ابعاد امنيه كتيره،
يعني لازم الدولة يعني تكون منتبهة ليه. أكيد الدولة منتبهة آه، بس برضو التعامل مع الأزمة بالعدد ده بالبتاع ده هيبقى صعب إن أنت تحصرها بعد كده. إحنا بنتكلم عن عدد مجموعة من الدول، يعني العشرة مليون دول يعادلوا مجموعة من الدول. وإحنا يعني زي ما قال سيادة الرئيس أهل الشر، هما مش يعني أكيد الملف ده مش غايب عنهم، أكيد يحاولوا يدخلوا منه ويحاولوا يضروا الدولة. طب إذا كان لديك اقتراح؟ الاقتراح في الأول الحصر تام، نعرف بالضبط إحنا عندنا كام وأعدادهم كام من كل جنسية ثم وأماكنهم فين، وبعدين نبتدي نعمل يعني فلتر ليهم. اللي ما يستحقش الإقامة، يعني هو مثلا في مثلا جاي من سوريا، سوريا النهاردة فيها مناطق أمنة كتيرة، واللي ممكن يرجع هم معارضين للنظام، دي مش مشكلتنا احنا يعني لازم. لا مش معارضين بس، يعني افرض انا من حلب وحلب متدمرة، يعني اروح اعمل ايه؟ احنا عندنا مش حصلت حرب 67 وناس تهجرت من القناة، تهجرت جوه مصر ما سبناش البلد، المصريين متمسكين بأرضهم. طيب يعني احنا يعني احنا مش هنكون بقى يعني بلكين اكتر من ملك. يعني كل واحد اولى. انت عايزة حضرتك تقولي انه يتم المراجعة من يمكنه ان يعود امنا الى بلده فليعود. ايوه اللي ظروفه غير سامحة نعرف هو فين وبيشتغل فين ومصادر دخله ايه، ونفرض رسوب اقامة لو هو مش قادر يدفعها، يبقى الجهات اللي هي دولية تقدر تدفعها عنه، بس يكون في رسوب. انا عارف ان السوريين بيعملوا ده، بيشغلوا ناسهم، يعني كان في وقت من الاوقات بنشوف بعض اخواتنا السوريين بيرفضوا يشحتوا وبيبيعوا سلع بسيطة، حلويات، امي مش عارف ايه في الشارع. المشاهد دي بدأت تختفي لان السوريين عاملين جروبات وده مخالف للقانون، وبيشغلوا بعض وبيساعدوا بعض، وده مخالف للقانون لان قانون العمل المصري لا يقوم باي منشاه لا تقوم بالتشغيل الا في حدود 10% اجانب. لو شغل اكتر من 10% اجانب على حساب المواطن المصري بالمخالفه للقانون حتى ولو كان المستثمر اجنبي. طيب انا جاي لحضرتك، اتفضلي كملي. وبعدين يعني تفرض رسوم، والرسوم دي تبقى محدده على كل فرد مش على الاسره. لان طبعا الاسره ممكن يكون فيها 7 اطفال، يبقى انا برضو ده استهلاك للموارد يعني كل. طيب ما هو في بعد انساني كمان، اذا كانت هذه الاسره غير قادره على الحياه وبتعيش بصعوبه او بتعيش على المساعدات، هتقدر تدفع عن كل فرد ازاي؟ ما دي انا بقول لحضرتك احنا لازم نفكر، لو هنفكر بطريقه اقتصاديه وطريقه امنيه. مصر لها قلب دايما، يعني مصر لا تتخلى عن قلبها يعني وعاطفتها. حضرتك قول الكلام ده للناس في الشارع. لا ما انا ما بقولش، انا بقول لك اللي بيحصل حتى في القرار السياسي. بنقلك اللي بسمعه من الناس اللي حواليا. طبعا وانا بسمع زي ده. فده يعني احنا لو مش هنستجيب للناس نبض الشارع، للناس اللي هي عايشه جوه مصر وهي استحملت زي ما قال الدكتور، استحملت ازمات عشان تبني البلد دي ودفعت فيها ثمن. انا ام الشهيد شرطه على فكره، يعني ابني كان ضابط في العمليات الخاصه. فالناس اللي دفعت ثمن في البلد دي لامنها وانها تقف على رجليها وتبقى بلد من اول وجديد وما يحصل لهاش نصيب. يعني انا زي الكلام اللي لما قابلت سياده الرئيس لما كرمني قلت له ان احنا الدفع فيها بلد ثمن غالي جدا، دم. ليه ما كانش ليها يعني ما لقيتش مصير الدول اللي حواليها رغم كل المحاولات؟ ليه؟ عشان احنا اشترينا بلدنا وقفنا بيها، فما يجيش حد تاني يحاول يوقعنا تاني، يوقعنا بمشاكل يعني بتبدو إنسانية. وأنا يعني مش ضد إن حد فعلا محتاج إن هو يعيش على أرض مصر ويستحق ده. إذن حضرتك بتكلميني عن المضطر والذي ليس لديه خيار، أهلا وسهلا. ولكن وبرضو زي ما قال الدكتور حتى المضطر المضطر ده فيه منظمات بترعاه. ليه ما نستغلش الباب ده؟ يعني احنا ليه مستغنيين قوي كده؟ طبعا واحنا حاميين اوروبا من طوفان طوفان فعلا. فاحنا يعني ليه ما نستغلش الورقه دي صح اقتصاديا؟ العدد ده لو دخل في دوله اوروبيه يحتلها. يعني احنا مش بنمن على حد ولا بنهدد حد، بس نكون احنا عندنا يعني حنكه اقتصاديه ان احنا نستغل الوضع ده لمصلحتنا. يعني مش معقول سياده الرئيس بعد كل الحاجات اللي عملها في البلد، الطرق يعني تعدلنا صعدنا في مؤشر الطرق كذا درجه، احنا من الدول المتقدمه في الطرق دلوقتي. ف
ملف الكهرباء بنشتغل عليه، ومع ذلك برضو بسبب الأزمة الاقتصادية لسه عندنا يعني فيه، بس مثلا بعد مفاعل الضبع أكيد الكهرباء مشكلتها تتحل، لأن احنا ساعتها مش هنحتاج لوقود، هنحتاج لوقود نووي المفاعل هيعمله. المشروعات دي ما هي محتاجة فلوس ومحتاجة طبعا. ولما يعني بعمل حاجة على 100 مليون غير لما بعملها ال 110 غير لما بعملها ال 120 بالظبط. احنا اصلا دولة بتعاني، لازم نفهم ان العشرة دول هيزيدوا هيتضاعفوا لانهم بيتجوزوا بيخلفوا، واحنا اصلا بنعاني من مشكلة سكانية. ايوه، ف يعني ما نجيبش عبء على نفسنا يعني بسلامة 100، او بان احنا يعني وبيقولوا الطريق الى النار محفوف بنيات الطيبة، فاحنا يعني ايه نيتنا طيبة وكل حاجة. ربنا يقينا شر الجحيم. دكتور الحسين، ممكن تقدم لي روشتة من وجهة نظرك للحل لو بتقدم ورقة للحكومة المصرية تساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة بما لديك خبرة في هذا الملف، هتقدم ايه؟ هقول لحضرتك حاجة. أولا جهات الحصر اللي هي معتمدة دوليا احنا بنعتمد عليها، اللي هي اليو ان هنا في مصر، فيها مشكلة. فيها مشكلة ايه؟ ان احنا هم ثلاث مباني في مصر كلها، مبنى في الزمالك، ومبنى في اكتوبر، ومبنى في الاسكندرية. تخيل ان الثلاث مباني دول هم التبع اليو ان بالموظفين بتوعهم، هم المسؤولين عن رصد في كل محافظات مصر، في كل محافظات مصر ال 27. ايوه، هقول لحضرتك حاجه بس صغيره عن واقع الدراسه بالظبط. يعني في شخص كان بيبارك لاجئ بيبارك للاجئ اخر، ليه؟ لان هو بقاله بالظبط 27 يوم بيحاول يتصل على الخط الساخن الخاص بالمفوضيه، مشغول بشكل دائم نظرا لعدد الضغط الكبير موجود، فبيقول له ان انا قدرت في برنامج قدرت اللي هو موجود تكرار الاتصال بشكل مباشر، فقعد يباركوا لبعض. يعني المباركه ان هم حدث كبير، حدث كبير انجاز. طب بيقول له بعد كده ايه الحوار للدائر؟ قال له حجزت موعد. امتى؟ بعد 4 شهور. ده إذن أقرب مكاتب المفاوضية غير كافية، اليو إن غير كافية، غير كافية لحصر الناس دي، وحتى التقييمات بتبقى فيها صعوبة. طب إحنا كمصر عندنا وسيلة للحصر؟ هو عايز أقول بعضهم أو نسبة كبيرة منهم دخلت بشكل رسمي. ما أنا عايز أوصل لحضرتك حاجة، في تضارب شوية في فكرة الحصر، بمعنى عشان بس نوضحها للناس. أنا مثلا بالنسبة للعالم كله مصنفة تركيا هي أعلى دولة في العالم مستقبلة للاجئين. ماشي، ليه يا عم عندها 4 مليون؟ تمام، طب أنا عندي هنا 9 وممكن يكون أكتر زي ما قال الدكتور وليد. بس اللي دخل 4 مليون وبتزهقهم وتطفشهم. طيب، وبدأوا يلغوا الإقامات ويلغوا التجديد دلوقتي. في مشكلة بقى حضرتك، مثلا الأردن عندهم 730 ألف لاجئ مصنف داخل المفوضية، بياخدوا دعم سنوي كام؟ 75 مليون دولار سنوي. فانا النهارده المعايير الخاصه بالدعم اللي هي بتدخل مصر بالنسبه للمفوضيه غير كافيه. ضعف التسجيل وسوء التقييم مخلي الاعداد اللي موجوده بسيطه، بس اللي انا متاكد منه ان ال 294 الف صعب النهارده اتعامل معاهم بهذه المحاسبه، لكن ال 8.5 ممكن اتعامل معاهم. ازاي بقى؟ لان ال 294 الف النهارده المنظمات بتديهم كل واحد دعم. الدعم اللي هو ايه؟ انا بقول لحضرتك من خلال واقع تجربه يعني مع هؤلاء الناس، ان بيدي له الدعم على قد ما هو يعيشه، او على قد ما هو حدود الدنيا للحياه، حدود الدنيا للحياه، الكفاف يعني. كذا هو كذا. 8.5 مصر لم تستغلهم او تستغل القوه البشريه اللي موجوده عندها من زمان قوي، من ايام ما كان عندنا 5 مليون سوداني في مصر. مفروض نعمل ايه؟ مفروض نعيد الترتيب بشكل صحيح. مفروض في جهات مانحه زي الدبليو اف بي. الدبليو اف بي النهارده بيدعم مشروعات في مصر بس 500 مليون دولار في مشروعات لها علاقه بدعم الغذاء، عشان بس نوضح هذه النقطه. بيدعم مشروعات في مصر بحوالي 500 مليون دولار. ده مش كلامي، ده وزارة التعاون الدولي. تمام يعني مش مبلغ كبير. ثواني بس، ما أنا عايز أوضح حاجة. أيوة، في حتة ناقصة في المعادلة كلها، هي الجهات التنفيذية اللي هي مفروض بتتعامل مع هؤلاء الناس هنا في مصر. مين اللي بيتعامل مع اللاجئين؟ ضابط الجوازات، مفيش جهة تانية. أنا بكلمك بصراحة مفيش حد تاني.
هي الجهة الوحيدة اللي بتقنن وده بيشتغل بمعايير مين وده بيشتغل مين بمعايير في وقت معين كان الجوازات والهجرة ما كانوش معترفين بالكارت مثلا بتاع المفوضية إلا من سنة ونص يعني فقعدوا فترة 7-8 سنوات وهم موجودين هنا في مصر بيشتغلوا بهذا الكارت بتاع المفوضية هو غير معترف به بعد الجهات حاليا بتعترف بيه جزء لا يعترف بيه انا بكلمك بصراحه يعني مثلا تلاقي مكاتب البريد بتعترف بيه تلاقي البنوك لا تعترف بيه تقول لك لا لازم جواز السفر طب هو ما عندوش مقومات ان هو يكون عنده جواز السفر فبالتالي انا محتاج اداره منبثقه خاصه بذاتها لان ده عدد كبير فبالتالي النهارده محتاج مش عايز اقول وزير مفوض بس النهارده محتاج حد يتعامل مع هذا الملف الممثل السامي للأمم المتحدة يعني. وتعامل مع المنظمات بشكل قوي في هذا الشأن في نفس الوقت لازم في مرحلة يمكن مهمة جدا يا أستاذ خيري وياريت ننوه عنيها للناس كلها أن في سيستم كده عدائي بدأ يظهر على السوشيال ميديا أن هم دول السبب بس خد بالك أن في ناس بتحاول تستغل ده وتحاول تعمل وحسابات وهمية طبعا في مشكلة عند بعض الناس بس الموضوع داخل في إطار دولي هقول لحضرتك حاجة ظهر في كردستان العراق ظهر حاليا في لبنان وبدأ يبقى في نوع من المواجهة اللي هي مش مقبولة واللي المصريين مش هيقبلوها ومش هيعملوها فبالتالي هذه الوجهة مش عايزينها تظهر للسطح خاصة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 أكتوبر 2021 قال دول ضيوف مصر صحيح طيب الختام لك يا دكتور وليد الختام طبعا أنا بختم طبعا طبعا أنا عايز أكد بس على شرفي في وجودي مع سيادة النائبة أم الشهيد وده حاجة يعني طبعا شرف لينا كلنا بوجودي معها النهاردة أنا ببارك لها يعني عندها ملاك في السماء و... حاجة تانية إن احنا مش بس عايزين حصر احنا عايزين قاعدة بيانات متكاملة قاعدة البيانات المتكاملة لابد من متفق طبعا مع الدكتور في إن احنا لازم نحدد جهة محددة تنسق لعمل قاعدة بيانات متكاملة فيها الأسماء الأعمار التوجهات الفلوس بتاعتهم بتيجي منين بتروح فين بيتحرك اللي معاه جواز سفر هيكون سهل تسجيله عندي قاعدة بيانات متعلقة بأجهزة السفارات بتاعتهم بتبتزهم وبتاخد منهم الدولارات ممكن نطلع لهم وثيقة أنا ممكن أعمل له وثيقة بناء على مسؤوليته واخد منه فيش واخد منه صورة تبقى وثيقة تعرف مصرية حتى ولو ما عندوش جواز اخد منه وثيقه تعارف مصريه وثيقه اثبات كعدد عشان ياهلني ان انا اطالب بحقه وحقي من المؤسسات الدوليه تمام وارجع عليه لو عمل جريمه ايوه اجيبه انا مجرد ان انا هدي له بطاقه هويه مصريه هويه لا اقامه لا مش اقامه بطاقه هويه هو لما يجي أيوة ما هي انا ما عنديش جواز سفر انا هقول له انت مين طب انت مين بناء على مسؤوليتك هيقول لي انا فلان انت فلان اهوت والفيش بتاعك والصوره بتاعتك ورقمك كذا وتليفونك كذا وانت مكان يبقى عنده ليه ملف انا بقدر انا اذا ارتكب جريمه لو واحد مجرم وفي كل مجتمع فيه مجرمين اعرف اجيبه من بصمته احنا لو عايزين نحصرهم هنحصرهم ما فيش حد ما معهوش في التليفون موبايل برقم امال جاب الموبايل بتاعه ازاي ودلوقتي ما فيش موبايل الا بهويه بيانات. لا اما عن طريقه يا اما عن طريق حد تاني الحصر ده بيأهلني لان يكون عندي ملف متكامل فيه قدراتهم المالية تحويلاتهم للخارج وتحويلات الخارج اللي داخلة ليهم موجودين فين أبدأ أتعامل مع هذا الملف بإعادة التوزيع أيوة الملف ده مين يمسكه أنت بتكلمنا عن ملف ضخم عايز إدارة كاملة ليه لا وليه لا ليه أنت بتكلم عن 10 مليون هدور عليهم إزاي يا فندم أنا اللي أجيبه ايوه انا اجيبه ازاي وقف التعامل مين اللي هيجيبه الداخليه هو يجي هو حضرتك يجي بنفسه اذا انا قلت علشان يتعامل مع اي جهه حكوميه لابد علشان يتعامل عشان يشتري عربيه عشان ياجر علشان يشتري موبايل علشان يشتري من اي مكان عشان يدخل فندق علشان يتحرك لازم يسجل الاول ويبقى عند منافذ التسجيل يجي يسجل معاه جواز يسجل بيه اهلا وسهلا معهوش جواز يسجل فيه يسجل اسمه بناء على مسؤوليته ويطلع بطاقه تمام. وابدا من خلال او يجيب عمليه معاه شهود ياكدوا عليه اذا كانوا يعرفوه هنعرف اذا كنا عملناها يعني هنعرف احنا لو عايزين نعرف عندنا الاجهزه وبناء على كده وبتعاون دولي كمان ده معنى كده ان هيكون عندي ملف كبير الملف الكبير يخلينا طالب لازم اطالب انا لو ما طالبتش مفيش حد هيساعدني ايوه شكرا انا بشكركم جدا هو ملف شائك وملف كبير احنا طرحناه بس يعني يهمنا التنويه هذا الكلام احنا بنناقشه معاكم لكن ده مش ملف المواطنين ده ملف الدوله والدوله هي اللي بتديره المصريين هيفضلوا اهل لكل وافد ولكل غريب يخبط على الدار يدخل
حتى ولو اشتكيت، حتى ولو انا تعبان، هنفضل مصريين زي ما احنا مصريين، لكن بنقول للحكومة ان هناك مشكلة لا يجب ان تستفحل، يجب ان ننظر اليها، يجب ان نبحث عن حقوقنا في كل مكان لدى الدول المانحة للمؤسسات الدولية، علشان المواطن المصري ما يدفعش ثمن محبته. سام هانم بشكرك، دكتور حسين، دكتور وليد، نورتوني، بشكركم جدا. هذه كانت نهاية حلقتنا لهذه الليلة، غدا حلقة خاصة، وأنا أدعو الشباب أنهم يتابعونا بكرة، معايا المهندس شريف حمودة، بكرة هنتكلم عن قطاعين مهمين، هنتكلم عن قطاع الصناعة، منطقة صناعية بالكامل بتقدم فرص واعدة للشباب، هنقول لهم ازاي يقدر ياخد ارض، وازاي يقسط، وازاي يتدرب على مشروع، وايه المشروعات اللي محتاجاها الدوله في المرحله القادمه. 26 الف فدان معمولين طربول، منطقه صناعيه جديده في منطقه مرتبطه بكل شبكه الطرق المصريه. ايضا صناعات جديده بتدخل مصر، صناعه العربيات، سواء كانت الفاو، فاو ودي شركه صينيه ضخمه داخله مصر، لادا داخل مصر هتصنع عربيات بأسعار رخيصة بإمكانيات عالية جدا. هتبقى حلقة خاصة للشباب ورجال الصناعة بإذن الله. وكالعادة، مصر بخير طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.